بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. زي ما حضراتكم متعودين معنا خلال اليومين السابقين، نحن دايما بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة من الساعة 8 للساعة 11، بننقل لحضراتكم كل كواليس ما يحدث لبعثة النادي الأهلي في أرض المونديال. الحقيقة شغل كتير جدا وكبير جدا جدا معمول خلال الفترة السابقة، بنحاول على قد ما نقدر، ولازم هقول الكلام ده كل يوم لأن ده حق الحقيقة البعثة المتواجدة سواء هناك أو هنا. الحقيقة كل الناس اللي ورا الكاميرات أو كل الناس اللي شغالة عايزين يعملوا أي حاجة علشان يرضوا حضراتكم، علشان نكون شاشة أو تكون شاشة قناة النادي الأهلي أمام حضراتكم ما بتقوموش من عليها زي ما احنا متعودين من على كده دايما. حاجة تانية الحقيقة بس عايز أبدأ بيها كلامي، وهي الكلام اللي بيدور هذه الأيام على حاجة مهمة، وهي مباراة بايرن ميونخ. هل النادي الأهلي هيلاعب بايرن ميونخ؟ خالص ما مش هيحصل على فكرة. بالمناسبة يعني وأنا بتكلم مع حضراتكم، النادي الأهلي عنده مباراة أمام الدحيل القطري يوم الخميس، ما عندوش مباراة أمام بايرن ميونخ. أي حد بيتكلم هذا الكلام أو أي حد بيقول هذا الكلام بيبقى عايز يشتت اللاعبين، عايز يشتت البعثة الإعلامية المتواجدة أو بعثة النادي الأهلي المتواجدة. كل تفكير اللاعبين في شيء واحد فقط، هو مباراة يوم الخميس القادم. محدش بيفكر إيه اللي بعد كده، يحلها ألف حلال في اللي بعد كده. لكن كلنا، كل الناس، حتى هنا كلامنا في قناة النادي الأهلي، كل كلامنا عن يوم الخميس القادم. بعد كده يحلها ألف حلال بقى، هنلاعب فلان، هنلاعب علان، هنلاعب ترتان، اللي يحصل يحصل. ربنا يكرمنا ان شاء الله نكسب المباراه الاولى الاول، وبعد كده بعد ما نكسب ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكان لينا نصيب ان احنا نكسب المباراه الاولى، هنفكر في المباراه الثانيه. واللي بيحصل خلال هذه الايام امبارح والنهارده، انا شايف حمله يقول لك ايه، هو الاهلي وهو بيلعب بايرن ميونخ مين اللي هيكسب؟ لا، احنا لسه مش هنلعب بايرن ميونخ خالص، ومش عارفين هنلعبهم ولا مش هنلعبهم. يعني حاجات غريبة جدا الواحد بيسمعها. أنا متأكد طبعا أن جمهور النادي الأهلي عارف ومتأكد أن اللاعبين مركزين في حاجة واحدة فقط، هي مباراة يوم الخميس. وأنا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي، كانوا جايبين لنا التدريب على الهواء مباشرة، وهنكمل لحضراتكم حالا وهينزل دلوقتي مع حضراتكم، لأنه كلام مهم جدا. وكلام الحقيقة زي ما قلت لكم، الغرض من هذا الكلام هو التشتيت. احنا ما بنفكرش في حاجه غير مباراه يوم الخميس. الله اعلم ايه اللي هيحصل يوم الخميس. حضرتك عارف ايه اللي هيحصل؟ لا، محدش يعرف. انا عارف ايه اللي هيحصل يوم الخميس، محدش يعرف. المجهود اللاعبين جوه الملعب واصرارهم وعايزين يكسبوا باي طريقه، هو ده اللي هيخلينا ان شاء الله نكسب ان شاء الله يوم الخميس. لكن لو ربنا ما ارادش خلاص هنعمل ايه؟ هذه هي كره القدم، هذه هي كره القدم. لكن كل الناس تودينا تقول لك انتوا خلاص كسبتوا الماتش الاولاني ورايحين. لا، ما كسبناش الماتش الاولاني. الماتش الاولاني فريق محترم جدا جدا جدا، زي ما حضراتكم شفتوا في اليومين امبارح واول امبارح، احمد ثابت وكريم سعيد كانوا جايبين لحضراتكم، فصصنا الفريق. فريق جيد جدا جدا جدا، وفريق محترم، وعنده دوافع تخليه عايز يكسب النادي الاهلي، دوافع كتيره جدا بقى نقدر نتكلم عنها. فانت رايح تلاعب فريق قوي جدا، هو ده المهم، هو ده اللي احنا عايزينه. فالحقيقه كلام كتير جدا، انا هتكلم عن الموضوع ده كتير النهارده، لكن الحقيقه النهارده عندي ثلاث مفاجآت مهمين جدا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلال برنامج الاهلي في المونديال. المفاجاه الاولى، المدير الفني بيتسو موسيماني هيكون معانا بعد قليل الحقيقه مع زميلنا امير هشام، عمل معاه لقاء، اتكلم معاه في كل شيء واتكلم معاه في كل حاجه. خلينا نبدأ الأول بهذا اللقاء ومفاجأتنا الأولى، بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في لقاء حصري وخاص لشاشة قناة النادي الأهلي. مستمرين معكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وكواليس الأهلي في المونديال وآخر استعدادات الفريق للمباراة الأولى أمام الدحيل القطري يوم 4 من فبراير المقبل. تفاصيل كتير وأمور غاية في الأهمية هنعرفها كمان من خلال اللقاء الهام جدا اللي معانا في هذه اللحظات مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وأيضا معانا الدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة. دكتور برحب بيك طبعا، وبرحب بمستر بيتسو موسيماني. It's a pleasure to have me. سعيد بكم معاكم.
تمام، احنا في البداية طبعا عايزين نتكلم عن انطباعاته عن أول مشاركة ليه مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، خصوصا أنه هو شارك في البطولة دي قبل كده، لكن المشاركة كمدير فني للنادي الأهلي في حد ذاتها بتمثل له إيه؟ وشرف ليا ده أكون موجود هنا. There's no any other place for any club in the world than to be here. All the clubs, whether you are in America, in South America, North, in Europe, wherever, if as long as you are a club, you are not the national team, you want to be here. So what an honor or what an opportunity. طب هو شرف لأي فريق سواء من أمريكا الجنوبية من أوروبا من أي فرقة بس مش من أفريقيا اللي موجود هنا أن يكون موجود هنا في كأس العالم، أنت في محفل دولي كبير أصلا، في أي شرف لأي نادي يكون موجود هنا في كأس العالم. And I'm very thankful that I'm here with Ali now. I was here 4 years back, but thanks to the team, we played well. We've put ourselves in here. We are the champions of Africa. That's why we are here. هو سعيد انه مع الاهلي هنا موجود، هو كان موجود هنا قبل كده من 4 سنوات مع سان داونز، بس هو طبعا بيشكر الظروف ان خيرته تبقى هنا، وبيشكر الفريق ان هو لعب كويس وادى يعني قبل بلاء حسن فتاهل وخد بطوله افريقيا وبقينا هنا مع الفريق في كاس العالم. A very difficult tournament where you have the best clubs in all the continents. That's why they're here. بطوله صعبه فيها افضل الفرق في كل القارات، عشان كده احنا بطل افريقيا موجودين هنا. طيب التواجد قبل اول مباراه باسبوع، مدى اهميه الوصول مبكرا للدوحه والاستعداد من خلال التمرينات في قطر قبل اول مباراه باذن الله؟ No, the preparations are as normal as when you play the Dowry or you play Champions League in Egypt, where there's no difference in preparation. You can't come here and now you train more harder than what you usually train because of the competition is tough, but you have to train normally. You have to do what you always do that made you to be the champion. So you follow the program that made you to be the champion. والاعداد زي اعداد لاي ماتش في الدوري واي اعداد احنا بنعمله بباقي عام، مش هنا في كاس العالم هيبقى اعداد بشكل مختلف. احنا اعدادنا دايما بيكون بشكل جدي وبنركز في الاعداد قبل اي مباراه، فالاعداد هو طبيعي اعدادنا لمباراه الدحيل في كاس العالم للانديه زي اعدادنا لماتشات الدوري او افريقيا. احنا كان الاعداد بشكل جيد في ماتشات افريقيا، عشان كده احنا خدنا بطوله افريقيا. عايز اطمن على مدى جاهزيه اللاعبين خصوصا بعد خوض اول مران بالامس، وبالتحديد كمان عايز اتكلم على حالات بعض المصابين ومدى جاهزيتهم ومدى امكانيه لحقهم بالمباراه الاولى، بالتحديد محمد هاني وحسين الشحات. No, injuries will always happen. This is a professional sport, but unfortunately we have the similar kind of injuries, which is the muscle strain, like the hamstring. On Hani, hamstring on Shahat, and the same thing on Walid Suleiman. So is the load, is the number of games we play. So we need to manage that. And we have spoken to the players also. Sometimes players, because they want to play, they play when they should be resting, when you feel the tightness of the muscle of the hamstring, but you know they want to play. But yeah, we hope that by the time we start, maybe they will be back. بيقول حياتك اول الاصابات طبعا ده جزء من اللعبه، كره القدم لعبه احترافيه وبيحصل فيها اصابات، ده طبيعي. بس الاصابات اللي بتواجه الفرقه هي اللي بيواجهها من وقت ما جه، اللي هو زي اصابه هاني وحسين الشحات وهي سليمان في العضله الخلفيه. للاسف طبعا ده جاي من الماتشات الكتير بتتلعب واللعب كتير والتدريب بشكل مكثف. للاسف اللاعبين بيبقوا عايزين يلعبوا على طول، عندهم حرص انهم يلعبوا، فاول ما بيحس بشد في العضله الخلفيه بيفضل برضه يدوس عليها ويكمل، ما بيستريحش، فالاصابه بتتفاقم. فاحنا ان شاء الله الفتره الجايه هنشوف حلول الأزمات العضليه دي، خاصه العضلات الخلفيه. خلال رحله السفر للدوحه لاحظت على متن الطائره المقله للنادي الاهلي متابعته لعدد كبير جدا من لقطات الفيديو لمباراه الاهلي السابقه، وبالتحديد كمان بعض المباريات اللي بتتعلق بفريق الدحيل القطري، وكمان كان في بعض اللاعبين ايضا بيتابعوا من خلال اجهزه اللابتوب الخاصه بيهم لقطات لفريق الدحيل. هل ده كان متفق عليه ولا من نابع المسؤوليه الملقاه على الفريق ككل واهميه الفوز في المباراه الاولى؟ You are highlighting it. It means you are aware that the players now have changed. We have put a different program.
انا سعيد حضرتك تتكلم في النقطه دي ولاحظت دي، معناه ان باين اللعيبه اتغيرت وبقى في برامج اعداد بشكل مختلف. They must watch the games. They can't leave it only to the coach. It's also their responsibilities to know that I'll be defending this player. If I'm a defender, I'm defending a player like Emilson. You have to know his movements, how he moves, what kind of a player is this. You can't know on the day of the match. So it's very good that you've instilled this culture now of players watching their games. I've asked them and they've responded. They are bringing in tablets, whether it's iPad or Samsung, whatever it might be, and laptops. They watch the game, and it's a culture now. They must watch the games. It's important. It's their responsibility. It's their profession. لحقيقتك كنت كويس انك لاحظت حاجه زي كده. ده اختلاف برضه بقى، نغير ثقافه اللاعبين هنا في مصر. هو في الاول كان بيقول المدرب هو بيتفرج، اللاعب كان بيقول كده. دلوقتي لا، انت مسؤوليتك كلاعب تتفرج وتشوف ماتشاتك وتشوف ماتشات الخصم بتعمل ايه وتشتغل ازاي. يعني مثلا زي ايميلسون، ازاي ادافع عليه لو انا هلعب عليه مني، ازاي تحركاته، ازاي ده شيء مهم. ودي كره القدم الحديثه، ودي دي ثقافه المفروض تتغير. وسعيد بدا يبقى في تغيير حصل، واكيد حضرتك لاحظته. دلوقتي اللعيبه كلها بتجيب الايباد والتابلت واللابتوب وبتاخد الماتشات تتفرج عليه. دون الغوص في الجوانب الفنية بشكل كبير، لكن أنا عايز أخد انطباعات مبدئية عن رأيه في فريق الدحيل القطري. Very very dangerous team. فريق خطر جدا. They have a very very good attack. عندهم هجوم قوي جدا. Brazilians, the Kenyan guy, and the local guy who's the captain, the local guy. He's a very good football player, and they've got good defenders like the Moroccan international who was playing for Juventus, also very good. Yeah, so. So it's important that the players must know the quality of the team we're playing against. And not to scare them. بس بشكل ما يلعبوهمش او ما يخوفهمش، بس يبقوا عارفين، يبقى مقدرين لعيبه، مستوى لعيبه هنلعب قدامهم ايه. And also a lot of people talking about us playing against Bayern Munich. How do you play Bayern Munich without defeating Duhail first? You must defeat Duhail first, and it's not going to be easy. It's going to be a very very big game. في ناس كتير بتتكلم عن ماتش بايرن ميونخ، الاهلي يلعب مع بايرن ميونخ، هتلعب ازاي مع بايرن ميونخ بغير ما تكسب الدحيل الاول؟ لازم نكسب الدحيل الاول. ماتش الدحيل هيبقى ماتش صعب جدا بالنسبه لنا، لان فريق قوي. Our defense has to be very good. ودفاعنا لازم يكون قوي جدا ويكون مركز في ماتش زي ماتش الدحيل. Same as our attack. It's a collective. المهاجمين برضه نفس الموضوع، هو اداء جماعي، لازم يكون اداء جماعي على مستوى المرجو علشان نقدر نكسب الدحيل. طيب اخيرا عايز اخد منه رساله لجماهير النادي الاهلي السعيده جدا في الحقيقه بوصوله مع الفريق لكاس العالم للانديه بعد الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، لكن هم كمان عندهم يعني حماس كبير وشغف كبير لتحقيق نتائج جيده في كاس العالم للانديه. حابب يقول لهم ايه في هذه اللحظات وقبل ايام قليله جدا من بدايه اول مباراه في البطوله؟ يا مسج تو ذا فانز، وين وي كيم هير 4 months back, everybody was saying, the supporters were saying to us, you know, Africa, you must win Africa, Africa, you know. And then they were saying, you must win the Egyptian CAS, the cup. We win it, and then they move again. Now they're saying, hey, the Champions League, I mean, the World Cup, you should do very well. And they're right, we should do well. And that's where we need to put our standards very high, but the supporters must know that this is the highest level ever where we are, and it's a tough competition, and we're competing with teams who've got very very good players, teams who've got bigger budgets. Yes, Ali has a good culture, big history, and Ali is respectable, and people must respect Ali. But it's the best thing for us, and I told the players we must do the best of our abilities. We must give everything we have, and if we have given everything we have, everybody will see, even our families, that we have given everything. And if everything we gave did not help us to win this tournament, we must accept it, because there are big teams like Bayern.
وبيقول لحضرتك انا لما جينا هو والجهاز بتاعه على راس الجهاز الفني المسؤوليه الفنيه للنادي الاهلي من 4 شهور كان الكل بيقول له افريقيا افريقيا. لما كسب بطوله افريقيا بدا الجماهير تقول له عايزين كاس مصر كاس مصر. كسب كاس مصر دلوقتي بيتكلموا في بطوله افريقيا، بيتكلموا في كاس العالم للانديه. طبعا ده طبيعي ان هو موجود هنا عشان يحقق افضل حاجه. هو دايما بيقول لعيبته ادي كل اللي عندك. طبعا دي بطوله قويه جدا ولازم يكون في مستوى عالي جدا فني وعلى كل المستويات، بتنافس فرق مستوى الفني عالي وعندها ميزانيات ضخمه، بس طبعا الاهلي مش اقل منهم وعنده برستيج كبير والنادي الانديه كلها بتتفرج عليه والعالم كله بيتفرج عليه. احنا هنا عشان ننافس، بس انا بقول دايما لعيبتي دايما ادي اكتر ما عندك وابذل اكبر مجهود، وسواء حققت نتيجه ما حققتش نحترمك وتبقى انت راضي عن نفسك. بما اننا اتكلمنا عن جمهور النادي الاهلي، فقبل ما اختم معاه لازم اساله عن انطباعاته لما شاف جماهير النادي الاهلي هنا اول ما وصل لمطار الدوحه. وفي الحقيقه الجمهور كان امام المطار وعلى مدار المسافه ما بين المطار لحد فندق الاقامه، حتى امام فندق الاقامه كمان كان في عدد كبير جدا من الجماهير. انطباعاته ايه ورايه ايه؟ No, it just shows to me personally shows how big this team is. حاجة بتبين لي حتى شخصيا قد ايه النادي نادي كبير ونادي عظيم. And maybe to the players is to show that the whole Egypt is behind them. وبيشعر اللعيبة ان مصر كلها وراهم في ظهرهم. All the Egyptians are supporting them. وكل المصريين بيشجعوهم. And Africa is supporting Egypt because we are representing Africa. وافريقيا بتشجع اي طبعا انا بشجع مصر والاهلي لان احنا بنمثل افريقيا. And you can't ask for a better welcome than that. ما نقدرش نطلب حاجة أفضل من كده، ما فيش حاجة أفضل من كده. It's a warm welcome. I hope it inspires the players and it's a message to the players that they're carrying a very big responsibility of making sure that the emblem of Ali is respected. طبعا لازم يكون حاجة أتمنى تكون رسالة وصلت للنادي الأهلي إن هما في مسؤولية كبيرة قوي على عاتقهم، إن شعار النادي الأهلي حاجة كبيرة ولازم يحترم ولازم يبذلوا أكبر مجهود عشان يدافعوا عن ألوان النادي. لأول مرة تقريبا هيلعب قدام جمهور النادي الأهلي في مباراة النحيل، حتى لو بأعداد محدودة حوالي 30% من ساعة الاستاد. ازاي؟ It will be the first time. كمدير فني للنادي الأهلي هيشوف ده ازاي، ومدى أهمية تواجد الجمهور لمؤازرة الفريق في المباراة دي؟ No, no, I have remember I've played against Ali before 4 times. لعبت قدام النادي الأهلي لما كان مع صن داونز، لعب قدام الأهلي 4 مرات قبل كده. So I know how the spirit is. أنا عارف الروح الواحد الجماهير شكلها. I felt it against us. شعر بيه لما كان بيلعب قدام النادي الأهلي لما كان مع صن داونز. Even though it's going to be restricted, it's not the same as in Egypt when they can all come. طبعا هي للاسف هي طبعا في تباعد، فالجماهير اقل بكتير جدا من مصر، الجماهير كلها بتملى المدرجات. But you can't ask for more because we have been having nothing. لكن مش بنقدرش نطلب اكتر من كده، لان في الاول ما كانش عندنا جماهير خالص، فده كويس يعني. ان شاء الله we do well. Thank ان شاء الله نأدي كويس. شكرا. ثانك يو. شكرا يا دكتور. نشكر مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وايضا دكتور عمرو محب القائم باعمال الترجمه، واتكلمنا معاه في امور غايه في الاهميه في الحقيقه، وبعض الكواليس تتعلق بفريق النادي الاهلي ورايه كمان في فريق الدحيل القطري ورسائله العديده لجماهير النادي الاهلي، ومدى سعادته كمان بحضور الجماهير في اول لقاء امام فريق الدحيل. نتمنى له كل التوفيق سواء هو وجهازه المعاون وايضا لاعبي النادي الاهلي ان هم يأدوا مباراة كبيرة، التفكير كله فقط منصب نحو مباراة الدحيل. إن شاء الله نتخطى هذه العقبة ونفكر في المباراة اللي بتكون بعديها، وبإذن الله يكون الفريق موفق في تحقيق نتيجة إيجابية بستناها كل جماهير النادي الأهلي. لسه مستمرين معاكم وكواليس مقر إقامة النادي الأهلي هنا في الدوحة وآخر استعدادات قبل المباراة المقبلة أمام الدحيل القطري. استنونا. يعني الحقيقه 3 نقاط هامه جدا جدا اتكلم فيها بيتسو موسيماني زي ما قلت لحضراتكم، والكلام اللي انا قلته في البدايه وهو نحن لا نخشى فريق الدحيل ولكن نحترم فريق الدحيل. يعني هو ده المهم، هو ده الامر اللي احنا دايما بنشتغل عليه، كلام طبعا بيتسو موسيماني، ان احنا ما بنخشاش اي فريق ولكن دائما ما يكون هناك احترام لكل الفرق. قال ان هناك ميزانيه ضخمه محطوطه لفريق الدحيل، ولكن في النهايه النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي لا يخشى اي شيء ولاعيبه النادي الاهلي. دي كانت الرساله الاولى اللي بيوصلها بيتسو موسيماني لجماهير النادي الاهلي. اما الرساله الثانيه الحقيقه كانت الجمهور، جمهور النادي الاهلي لما جه قالوا له افريقي خد افريقي، قالوا له الدوري خد الدوري، قالوا له الكاس خد الكاس، وبالتالي هذا هو شغف جمهور النادي الأهلي، هو ده اللي عايزه دايما جمهور النادي الأهلي،
كانت حاجه جميله جدا 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 ان هو يتكلم ايضا على الاربع مرات او الثلاث مرات اللي كان متواجد فيهم هنا وكان بيلعب ضد النادي الاهلي مع سان داونز، وكان بيتكلم او اتكلم عن جمهور النادي الاهلي. وهذه هي الحقيقه، ان جمهور النادي الاهلي دائما متواجد خلف فريقه في اي حته، في مصر، في القاهره، في مصر، في انا اسف في قطر، في اي حته في الدنيا هتلاقي جمهور النادي الاهلي. دي كانت مفاجاتنا الاولى. اما مفاجاتنا الثانيه الحقيقه، قبل بس ما اقول لكم عندي لقاء حصري مع مين، عايز بس اقول لحضراتكم واطمنكم على حسين الشحات. حسين الشحات بالفعل النهارده كان في تمرين الفريق وشارك في التمرين الجماعي النهارده زي ما حضراتكم شايفين معانا. زي ما انتم شايفين حسين الشحات اهو بيتمرن مع الفريق واقترب تماما من الشفاء. كانت حاجه من الواضح ان هي من القعده او حاجه من القعده في الطياره، من المجهود اللي بذل خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا. ولكن بنطمن حضراتكم اولا باول على كل اللاعبين اللي متواجدين معانا في بعثه النادي الاهلي المتواجده على أرض المونديال. زي ما حضراتكم شايفين حسين الشحات بيشارك وفي التمرين الجماعية وبيعمل تمارين خاصة طبعا بالإصابة مع أعتقد محمد هاني ووليد سليمان، حاجات خاصة بتتعمل مخصوص لحسين الشحات زي ما حضراتكم شايفين في مع محمد هاني ووليد سليمان. ده كان جزء من مران الفريق. اما بقى مفاجاتي الثانيه الحقيقه النهارده زي ما قلت لحضراتكم عندي ثلاث مفاجات. المفاجاه الاولى كانت وجود بيتسو موسيماني في لقاء حصري على شاشه قناه الاهلي. اما المفاجاه الثانيه احد اهم اللاعبين والمدافعين في النادي الاهلي وعامل شغل كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت وان شاء الله يكون متواجد في المباراه القادمه، النجم ايمن اشرف في لقاء حصري مع المتالق امير هشام. خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل مع حضراتكم ونقول لكم استنوا لسه في مفاجأة ثالثة هنقول لكم ايه هي بعد ما نشوف لقاء ايمن اشرف. هذه اللحظات بقى انا معايا واحد من احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مدار الفترة اللي فاتت، وواحد في الحقيقة بيتألق بالشكل الملفت جدا، وهي حاجة مش جديدة عليه ان هو يتألق ايمن اشرف في الحقيقة. ايمن برحب بك في البداية، وما شاء الله عليك مستوى اكثر من رائع على مدار سنتين كاملين، مش عايز اقول الفترة اللي فاتت بس يعني في الحقيقة. والله بس الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول برحب بك طبعا وبرحب بمشاهدين قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا اشرف، ببارك لك على المستوى اكثر من رائع. مباراه تلو الاخرى بنشوف ايمن اشرف بيتالق وبيأدي اداء ممتاز، وزي ما قلت من شويه مش فتره بس معينه، لا مستوى ثابت ما شاء الله على مدار سنتين تقريبا مع النادي الاهلي. حتى وانت بتلعب في مركز المساك اللي هو اصلا ما كانش مركزك، انت دايما بتلعب باك ليفت، لكن بتوجيد في هذا المركز بشكل مبهر في الحقيقه. فانا عايز ابارك لك وعايز انقل تحيات كل جماهير النادي الاهلي ليك بعد هذا الاداء يعني. والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الواحد يعني بيجتهد وبيتعب خلال الفتره اللي فاتت، وكل يوم هيتعب في فتره كده معينه كان الواحد بيسمع انتقادات، لكن يعني الواحد كان بيحاول يقفل ودانه شويه ويجتهد في الملعب، لان هو ده اللي باقي انك تشتغل في الملعب عشان تفرح جمهور النادي الاهلي. بس فهو ده المهم في القصه كلها، ان الواحد يجتهد ويتعب في الملعب في الاخر هيلاقي حاجه كويسه يعني. اتعاملت ازاي مع الفتره اللي كان فيها انتقادات اللي انت ذكرتها دلوقتي، وكانت انتقادات كبيره جدا على ايمن اشرف؟ في بعض اللاعبين ممكن تتاثر من هذه الضغوط، وده طبيعي ان يبقى في ضغوط في النادي الاهلي، لكن انت شفنا شكل مغاير، مش عايز اقول مغاير تماما لان انت كنت بتادي بشكل جيد، ممكن التوفيق ما كانش حليفك في فتره من الفترات، لكن اتعاملت ازاي مع المواقف دي، وازاي قدرت ان انت بمنتاليتي معينه وعقليه معينه ان انت تتخطى كل هذه الصعاب وتظهر بالشكل المبسوط بيه جدا جمهور النادي الاهلي؟ والله دايما انا يعني عندي حاجه كده من جوايا، ان انا دايما ما بحبش اتكلم كتير وما بحبش اسمع برضه يعني. ممكن اسمع حاجات ايجابيه خفيفه من اشخاص قريبين مني، او اشخاص قريبين مني يتكلموا معايا انك عندك حاجات سلبيه، فدول اكتر ناس بسمع لهم. ممكن والدي اكتر حد بسمع له في النقطه ديت، والدي واخويا يمكن اكتر ناس بسمع لهم ان هم ما بيكدبوش عليا يعني، لو في حاجه سلبيه يقولوا لي ان في حاجه سلبيه او في حاجه ايجابيه. عشان كده دايما ببقى قافل وداني وببقى قافل لساني دايما يعني، حتى لو انا من جوايا متضايق فبطلع الغل دوت في الملعب في التمرين، بجتهد اكتر. يمكن انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا يعني، فدايما لازم تجتهد، لان جمهور النادي الاهلي دايما بيفكر في النهارده وبكره،
ما بيفكرش في امبارح، انت خلاص عملت امبارح تاريخ خلاص بيتنسي، فكر النهارده وبكره هتعمل ايه، هتفرحهم ازاي، هتبسطهم ازاي. فده كل تفكير انا كشخصيا، يعني ان انا اجتهد النهارده وبكره وكل يوم عشان اقدر افرح جمهور النادي الاهلي. ده التفكير المطلوب في الحياه ومميز جدا من احد نجوم النادي الاهلي ايمن اشرف. لكن بالتحديد خلاص خدت على مركز المساك ولا يعني بتحن ساعات لمركز الظهير الايسر؟ لا انا بلعب بقالي كتير مساك. بقالك كتير اه، بس الاساس يعني كنت بتابعك في قطاع الناشئين، ولا اول ما كنت مع النادي الاهلي طلعت كنت بتلعب باك ليفت يعني؟ لا وبروح المنتخب بلعب باك ليفت يعني. فلا الحمد لله انا عندي مرونه في الحته دي كويس. يمكن الامور ما بتاخدش وقت مني كتير، لو لعبت في باك ليفت يعني بندمج بسرعه، لان انا عارف حسيات يعني عارف حسيات المركز ده والمركز دوت، عارف التحركات بتبقى عامله ازاي. ممكن في وقت من الاوقات طبعا التوفيق ما بيبقاش موجود، لكن الاجتهاد الواحد بيجتهد وبيحاول يعمل اللي عليه، ده الاهم، انك تجتهد وتعمل اللي عليك، لكن التوفيق دوت بيجي دايما للمجتهد. طول ما انت بتجتهد التوفيق هيجي لك دايما يعني. لكن مش مايل لمركز عن التاني، بتأدي هنا وهنا ما شاء الله بنفس الكفاءة، مش فيش مركز معين نفسك تكون متواجد فيه او تفضل مستمر؟ لا خالص. اعتقد باك ليفت دلوقتي عشان علي معلول الموضوع هيبقى صعب شويه، ما شاء الله بيتألق، وانت كمان كمساك احد النجوم الكبار يعني. لا يعني وانا يمكن دايما يعني المدير الفني دايما بيسألني انت تحب تلعب ايه؟ زي ما انت شايف انا اقدر العب الاثنين، بجتهد العب في الاثنين. شوف انت وجهة نظرك. انا اهم حاجه عندي ان انا اكون في الملعب، اكون في وسط ال11 ايا كان هنا او هنا، المهم اكون موجود والعب، فدي بالنسبه لي حاجه مهمه يعني. خلينا بقى نتكلم في الحدث الاهم اللي احنا فيه دلوقتي، بطوله كاس العالم للانديه، وهو تتويج لمجهود كبير جدا لنجوم النادي الاهلي بعد الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. وكانت ضغوط كبيره ان احنا كان لازم نكسب البطوله دي بعد فتره كبيره جدا. احنا الحمد لله كسبنا البطوله ودلوقتي متواجدين في كاس العالم للانديه. بتفكروا ازاي في بطوله كاس العالم للانديه، وبتفكروا ازاي في اول مباراه امام الدحيل؟ والله دايما يعني يمكن زي ما انت قلت كده، احنا كسبنا بطوله افريقيا بصعوبه يعني، في مراحل كتيره جدا كانت صعبه بالنسبه لنا، في منها كورونا ومنها ماتشات صعبه بره ارضك، ويعني في منها ماتشات صعبه جدا، فانت خدت البطوله مش سهل. فاحنا دايما بنقول لبعض احنا ما خدناش البطوله سهل، ووصل يعني وصلنا هنا ما كانش سهل، فاحنا لازم نتعب اضعاف علشان نقدر نعمل حاجه كويسه هنا، نفرح بيها جمهور النادي الاهلي اللي دايما مساندنا وفي ظهرنا يعني. مباراه بايرن انا مش عايز اتطرق ليها لان احنا لسه ما وصلناش لبايرن، عندنا عقبه قويه جدا وصعبه جدا امام فريق الدحيل، لكن هل هي في حد ذاتها دافع بالنسبه لكم ان انتوا تفوزوا في المباراه الاولى عشان تواجهوا فريق كبير بحجم بايرن ميونخ، ولا بتفكروا ازاي بالتحديد في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي؟ انا بس عايز اوضح الجزئيه دي للجمهور النادي الاهلي، لان البعض دايما بيتكلم في نقطه لسه بعيده مش اللي قدامك دلوقتي، اللي قدامك مباراه الدحيل. فانا عايز انقل تفكير اللعيبه لجمهور النادي الاهلي ماشي ازاي بالتحديد في الجزئيه. والله دايما احنا دايما اللعيبه بتفكر بطريقه مختلفه شويه عن الجمهور. الجمهور دايما بيفكر شويه طموح شويه، احنا طموحين كل حاجه، لكن احنا دايما نفكر في واحد قبل اثنين، ما ينفعش نفكر في اثنين، لان لو فكرت في اثنين قبل واحد هتبقى الامور صعبه جدا في واحد، لو هتتخطى المرحله الاولانيه دي هتبقى صعبه. لكن عشان كده احنا دايما بنفكر بعض ان احنا لازم نفكر في الماتش اللي جاي، ده الاهم، ده اللي هيوصلك بعد كده، فده المهم بالنسبه لنا دلوقتي ان احنا نفكر فيه بشكل كويس جدا. خصوصا ان فريق الدحيل فريق قوي جدا وصعب جدا جدا طبعا، يعني عندهم لعيبه مهاريه على اعلى مستوى، عندهم فرقه تكتيكيه منظمه جدا، فاعتقد لا يبقى ماتش صعب جدا يعني، وفي بطوله زي بطوله كاس عالم الموضوع لا الموضوع مش سهل طبعا، وعلى ارضهم هنا كمان يعني بنلعبهم هنا على ارضهم، فالموضوع كمان مش سهل. طبعا احنا بنفكر ان احنا نعدل الماتش الاول على خير ان شاء الله كده، ونكون يا رب موفقين نقدر نعديه ان شاء الله نفرح جمهور النادي الاهلي يعني. جمهور النادي الاهلي بقى استقبلكم استقبال اكثر من رائع هنا في الحقيقه، ويعني تشجيع كبير وهتافات كبيره بالنسبه لكم. استقبلتوا الهتافات دي ازاي، واستقبلتوا التشجيع الكبير ده ازاي من جمهور النادي الاهلي المتواجد هنا قبل انطلاق البطوله؟ والله يمكن حاجه فرحتنا كلنا كلاعيبه قد ايه المسانده واصله لبره مصر بشكل كبير، جمهور كتير كان موجود بره المطار قد ايه يعني، طبعا حطت علينا مسؤوليه كبيره اكتر من المسؤوليه اللي كانت عندنا، ان احنا لازم نفرح الجمهور اللي هنا ونحارب ان احنا نفرحهم هنا علشان نفرح جمهور مصر، ويمكن عندنا في كل العالم جماهير، ف
فعشان نفرحهم لازم نحارب ونكون على قد المسؤولية. يعني هتلعبوا أول مباراة قدام جمهور النادي الأهلي، كنتوا مفتقدين بكل تأكيد صح؟ طبعا، يعني يمكن دي حاجة برضو بسطانة كلنا، إن الماتش هيبقى بجمهور، هنسمع صوت الجمهور تاني في ودنا، وإن هما بيشجعونا بقوة زي الفترات اللي يعني اللي قبل. بعض كان بياخد الجزئية دي، إن لما بيبقى الجمهور الأهلي في الملعب بيبقى عامل ضغط على بعض اللاعبين، فبالتالي ممكن مستواهم يهتز شوية. هل أنت شايف الطريقة دي أو بتفكر بالطريقة دي، ولا بالنسبة لك تواجد الجمهور ده أكبر دافع إنك تقدم أحسن مستوى وتحاول نتيجة جيدة بالنسبة للفريق؟ ده بالعكس طبعا، يعني بالعكس، يمكن الجمهور لما يكون في الملعب بتبقى أكتر حماسا، بتبقى أكتر فعالية، يعني لما حتى في وقت الماتش بتبقى مثلا واقع شوية، بتبقى مضغوط شوية، لكن الجمهور لما بيبتدي يشجعك تاني تبتدي الأمور تتحسن، تبتدي أدائك يتحسن. لا طبعا ما بيعملش ضغط على اللعيبة خالص، بالعكس ده بيدي حافز ومعنويات عالية للعيبة في الملعب. يعني أخيرا بقى رسالة للجمهور النادي الأهلي، بما أننا اتكلمنا عن جمهور النادي الأهلي هو العنصر الأهم بكل تأكيد في المنظومة، فأنت حابب تقول إيه للجمهور قبل أول مباراة في كأس العالم للأندية؟ والله دايما أنا بشكرهم على مساندتهم دايما في الحاجة السلبية قبل الحاجة الإيجابية، وإحنا طبعا بنوعدهم إن إحنا نحارب على كل ماتش وعلى كل بطولة بندخل فيها، بداية من الماتش اللي جاي نحارب عشان نفرحهم إن شاء الله، وإن شاء الله يبقوا مبسوطين بينا بإذن الله. أنا بشكرك جدا وأتمنى لك المزيد من التألق بإذن الله. شكرا حبيبي، ربنا يكرمك. شكرا. ده كان لقائنا مع نجم بارز جدا في صفوف النادي الأهلي على مدار فترات طويلة خلال الفترة اللي فاتت، وأداء أكثر من رائع ونتائج إيجابية مع الفريق سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر، أيمن أشرف. في الحقيقة بنتمنى له كل التوفيق، وبشكل عام بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي بشكل كامل، إن هم بإذن الله يحققوا نتائج إيجابية في هذه البطولة الصعبة جدا 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 بكل تأكيد، ومنافسة فيها هتكون صعبة للغاية. لسه مستمرين مع حضراتكم، وإن شاء الله بإذن الله هيكون معنا مزيد من اللقاءات بعد قليل، استنونا. كلام مهم جدا الحقيقة برضو أيمن أشرف بيقوله، مسؤولية كبيرة جدا ملقاة على عاتق كل اللاعبين خلال المباراة القادمة إن شاء الله، مباراة يوم الخميس القادم، واحد من أهم اللاعبين المدافعين في النادي الأهلي الحقيقة. وحتى كلامه وطريقة كلامه وأسلوب كلامه بتدل على أنه هو فايتر، مدافع بيموت نفسه علشان خاطر النادي الأهلي وعشان خاطر جمهور النادي الأهلي، وهو ده المهم. لأنه أيمن أشرف الحقيقة مر بمراحل صعبة كتيرة جدا، ولكن في النهاية قدر أنه هو يقف على رجله ويبقى واحد من أهم اللاعبين ومن أهم المدافعين اللي موجودين في النادي الأهلي وفي منتخبنا الوطني خلال هذه الفترة. كل التوفيق طبعا لأيمن أشرف ولكل اللاعبين المتواجدين. ويعني زي ما حضراتكم شايفين دايما أيمن أشرف بيكون متواجد معانا وبيؤدي بشكل جيد وبشكل رائع. طيب مفاجأتنا الثالثة، هيكون معانا العائد من الإعارة والقادم بسرعة الصاروخ الحقيقة مع النادي الأهلي، محمد شريف. محمد شريف تألق وبشدة الحقيقة مع نادي إمبي، وبالتالي رجع مرة أخرى للنادي الأهلي وبيؤدي مباريات جيدة جدا وعلى طول بيجيب جوان، وهو ده المهم بالنسبة للنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف مفاجأتنا الثالثة ولقائنا الحصري الثالث، محمد شريف نجم النادي الأهلي. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، من داخل مقر إقامة النادي الأهلي واستعداداته لمونديال الأندية. معايا في هذه اللحظات أحد أبرز نجوم النادي الأهلي على مدار الفترة الأخيرة، ولاعب عائد من الإعارة بعد تألقه بشكل كبير جدا، وهو محمد شريف نجم النادي الأهلي. يا شريف برحب بيك في البداية. حبيبي أمير، مبسوط اللي أنت موجود معنا، رغم أن أنت سايب البرنامج بتاعك وموجود في الحدث ده، فإحنا مبسوطين أنت موجود معنا. حدث مهم، يعني حاجة شرف لنا أن احنا نكون متواجدين فيه، لكن مهم جدا أن احنا نطمن عليك ونطمن على استعدادات النادي الأهلي للمباراة المقبلة وأولى مباريات النادي الأهلي في كأس العالم. طبعا احنا جايين طبعا مركزين جدا، احنا يمكن جايين بدري شويه بس احنا مركزين. ماتش مش سهل زي الناس ما فاكره، ماتش صعب جدا، تلعب فرقه محترمه عندها لعيبه كويسه وعندها محترفين كويسين. طبعا في ناس كتير بتتكلم عن البايرن وكده، لا احنا مركزين في ماتش الدحيل، لان الماتش ده هو ده اللي هيحدد انت هتلعب البايرن ولا لا، لان انت لو لا قدر الله ما فيش مكسب ماتش جاي انت كده مش هتلعب البايرن، فانت لازم احنا بناخد مرحله مرحله، فان شاء الله نبقى عند حسن ظن الناس ونقدر نكسب ماتش جاي، لان الماتش جاي كمان هيحدد ان انت تاخد مركز محترم في البطوله. أهمية تواجدكم بشكل مبكر هنا في البلد المستضيفة لبطولة كأس العالم، ومدى الإفادة اللي تعود عليكم من خلال تدريبات في مقر إقامتكم هنا أو في الملاعب القريبة من مقر الإقامة وقبل المباراة المهمة؟
طبعا احنا هنا موجودين يعني عشان انت طبعا بطل افريقيا، فاحنا مبسوطين جدا احنا موجودين في المكان ده. احنا مش عايزين نبقى ضيوف شرف هنا، احنا جايين زي ما انا قلت لك بدري شويه، مستعدين عايزين نعمل حاجه للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا نادي كبير، فما ينفعش ان انت تخرج من البطوله بشكل مش كويس. فاحنا بنعمل عينا بنجتهد، ولازم لازم ده اقدر لعيب النادي الاهلي، لازم مطالب اللي هو المكسب على طول. فاحنا زي ما قلت لك احنا هنمشي مرحله مرحله، ومركزين جدا الفتره اللي جايه باذن الله. تابعتم اكيد مباريات لفريق الدحيل على مدار الفتره اللي فاتت، وبالتحديد بعد انتهاء مباراه بيراميدز في الدوري. عايز اعرف رايك في الفريق ده ايه، وكيفيه التغلب عليه باذن الله من وجهه نظرك. مستر بسماني طبعا بيبعت لنا كده على الايميل بتاعنا ماتشات، مش هو طبعا، الناس اللي معاه يعني بيبعتوا لنا ماتشات على الايميل بتاعنا، بنتفرج على الفرقه. يمكن هو بعت لنا ماتشين وغير المحاضرات الفنيه طبعا اللي هو بيحضرها لينا. متابعين طبعا الفرقه وعارفين اهم عناصر القوه بتاعتهم وعناصر الضعف، فان شاء الله نقدر نشتغل عليها باذن الله. استقبال الجمهور هنا في الدوحه واستقبالهم الرائع عليكم، ايه الاثر اللي عاد عليكم بعد هذا الاستقبال؟ طبعا نادي كبير، الجماهير بتاعته في كل مكان. طبعا انت جيت معانا امير بلاك كتير جدا، اديك بتشوف المنظر ده مش جديد على النادي الاهلي. المنظر ده موجود على طول في كل بلد عربيه بنروحها، وفي كمان بلد افريقيه طبعا. فنادي كبير وليه شعبيه على مستوى العالم يعني. دفع قوي بالنسبه لكم الاستقبال والتشجيع والهتافات الكبيره لكل لاعب وللنادي الاهلي والبطل الافريقي بتاعك. اكيد طبعا احنا نفسنا ان الجماهير تبقى موجوده في المدرجات عندنا في بلدنا. مش يعني احنا الواحد بيحس بالجماهير هنا لما بيجي اي بلد عربيه، لان طبعا مسموح للجماهير. دلوقتي في اجراءات احترازيه عشان كورونا، ففي ظروف خارجه عن الاراده بالظبط. بس هو هنا في العادي عامه الجماهير في مصر يعني قبل الكورونا برده ما كانش في جماهير، فاهمني؟ فطبعا بنتمنى الجماهير ترجع تاني ان شاء الله يعني. انت الفتره اللي فاتت ما شاء الله لا قوه الا بالله ماشي بشكل مميز جدا في بطوله الدوري. اول ما رجعت من الاعاره بعد موسم رائع مع انبي، بتتالق وتحرز اهداف، بتلعب في مراكز مختلفه سواء جناح او مهاجم. مدى يعني الافاده اللي عادت عليك بعد هذا التالق والعلاقه القويه اللي بقت ما بينك وما بين جمهور النادي الاهلي اللي اصبح عنده ثقه كبيره جدا جدا في قدرات محمد شريف؟ طبعا السنه بتاعت انبي فرقت معايا جدا، هي اللي خلتني ابقى راجع المكان ده احسن واقوى من الاول. فالسنه دي اتعلمت منها كتير واضافت لي كتير في حياتي. طبعا لما رجعت النادي الاهلي كان طبعا الموضوع بيختلف، الدنيا هنا اصعب، ضغوطات طول الوقت فاهمني. فالحمد لله الواحد بيجتهد وبيتمرن وبيعمل عليه، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني الحمد لله. طيب المركز اللي بيحب يلعب فيه محمد شريف، يعني في المره الاولى لما كنت مع الاهلي قبل الاعاره كنت بتلعب جناح اكتر في معظم الاوقات، مع انبي شفناك بتتالق واحد هداف الدوري كمهاجم، انت بتميل لانهي مركز فيهم؟ ايه المفضل بالنسبه لك؟ والله انا ما فيش مركز مفضل، انا بالنسبه لي الاثنين واحد. انت زي ما قلت امير انا كنت بلعب وينج اصلا، يعني انا اصلا وينج، فالمكان ده طبعا حافظه جدا. ونفس الكلام الفتره اللي فاتت كنت بلعب فيرود وكنت ماشي فيه كويس. فانت لو جيت قارنت بين المركزين هتلاقيني اللي انا بادي في المركزين كويس. يمكن طبعا في الفيرود بيجيب جوان اكتر، لان الفيرود دايما بيتسمح لي فرص محققه عن الوينج يعني في العالم كله، يعني مش في مصر بس. بعض ربط بمشاركه والتر بواليا وتواجد مروان محسن محمد شريف في ظل تالقه ان في منافسه قويه جدا ما بين الثلاثي، ودي اكيد منافسه في صالح فريق النادي الاهلي، لكن الناس ذهبت لجزئيه ان ممكن يكون محمد شريف يعني الامر ده بيضايقه شويه بما انه كان ماشي كويس. بتبص للجزئيه دي ازاي؟ طبعا انت في النادي الاهلي فلازم يبقى فيه لعيب واثنين وثلاثه اقوياء، مش شريف بس يبقى يعني. انت لو امر طبيعي يعني طبيعي لو شريف بس اللي يبقى كويس مثلا في المكان ده، شريف هيبتدي يكسل. فانت لما بتجيب مهاجم ولا بتجيب حد طبعا ده بيشدك معاه. وزي ما قلت لك النادي الاهلي مش لعيب ولا اثنين، احنا مجموعه كامله، مجموعه لعيبه كويسه واحسن لعيبه في مصر. فبدليل على كده انا لو زعلان وكده زي ما انت مش جددت عقدك، مش جددت، ده انا مجدد في الفتره اللي انا قعدت فيها اصلا بالظبط. كواليس التجديد احكي لي الامور كانت ماشيه ازاي، وعرف كل جماهير النادي الاهلي، والتوقيت او التفكير بالنسبه لك خد وقت قد ايه؟ لا الموضوع ما كملش يومين مع كابتن امير، يعني الموضوع كان خلصان يعني، وكان ما كانش فيه اختلاف خالص يعني بصراحه يعني. مجرد ما فتحوا معاك ملف التجديد ما جددتش؟ لا ما كانش فيه اختلاف خالص بصراحه يعني. بس رسالتك الاخيره لجمهور النادي الاهلي قبل المشاركه في محفل عالمي زي كاس العالم للانديه؟ ان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي وباسم مصر كلها، ونعمل حاجه كويسه وناخد مركز كويس باذن الله. زي ما حضراتكم شفتوا كلام مهم جدا وبيقضي على كل الاشاعات اللي كانت بتتكلم خلال الفتره على موضوع محمد شريف، ان هو والتر بواليا بيلعب ما بيلعبش، محمد شريف بيلعب ما بيلعبش،
نادي الاهلي يا جماعه لازم يكون فيه 30 لاعب كلهم افضل من بعض، مين يلعب او مين ما يلعبش مش انا ولا حضرتك اللي بتقول، ولكن المدير الفني هو اللي بيقرر وهو اللي شايف مصلحه الفريق. وبالتالي كلام مهم جدا ولقاءات حصريه، ثلاث مفاجآت بيتسو موسيماني، ايمن اشرف، محمد شريف، ثلاث مفاجآت على شاشه قناه النادي الاهلي. طيب خلينا نروح على طول بقى، اتكلمنا عن ثلاث نجوم كبيره جدا موجودين في النادي الاهلي، خلينا نروح نعرف ايه اللي بيحصل في ارض المونديال ونشوف المتالق الحقيقه امير هشام هيجيب لنا كل الاخبار ويتكلم معانا عن كل ما يحدث داخل بعثه النادي الاهلي ويقول لنا ايه الاخبار. ازيك يا امير؟ كابتن اسلام تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بيك طبعا. والنهارده يعني استمرار لتدريبات النادي الاهلي، كواليس كتير جدا في الحقيقه بخصوص استعدادات النادي الاهلي للمباراه الاولى في المونديال امام فريق الدحيل القطري، وكل التوفيق باذن الله لفرقتنا ان هي تقدر باذن الله تتخطى هذه العقبه ونفكر خطوه خطوه بقى في بعد كده. لكن اهم نقطه كابتن اسلام وانا عايز ابتدي بيها في الحقيقه معاك هو ان اللاعبين، الجهاز الفني، البعثه ككل، كلهم في الحقيقه مركزين بشكل كبير جدا على مباراه الدحيل ليس الا، علشان في اقاويل كتير جدا وكلام بالنسبه لبعض جماهير النادي الاهلي، وده طموح عندهم واهداف مشروعه جدا في الحقيقه في مباريات اخرى بعد تخطي الدحيل. لا، احنا لسه عندنا عقبه غايه في الصعوبه، فريق الدحيل فريق قوي جدا جدا جدا، فبالتالي تركيز كبير جدا على هذه المباراه وكيفيه تخطي هذه العقبه باذن الله. اتمنى للجهاز الفني واللاعبين كل التوفيق في اولى عقبات النادي الاهلي في المونديال. انا معاك بقى في اي استفسارات لو حابب تسال اي حاجه، انا معاك يا كابتن امير. طمنا ان انا شايف الملعب من وراك حاجه جميله جدا، انا عايز اجي انط جنبك كده والعب، لكن واضح ان الملاعب جيده جدا والامور جيده جدا هناك. كابتن اسلام خليني اقول لك انه كان قرار صائب جدا ان الفريق يجي بدري هنا عشان يستعد للمباريات في كاس العالم. ليه بقى كان قرار جيد وقرار في توقيته؟ لان في الحقيقه الملاعب مميزه جدا، ده ملعب مجرد ملعب تدريب، ملعب بكواليتي عالي قوي قوي قوي، فبالتالي الكوره بتجري على ارضيه الملعب بشكل سريع، فكان مطلوب قوي ان اللاعبين يتعودوا على الجزئيه دي، لان اكيد الملعب اللي هيستضيف اول مباراه، اولى مباراه النادي الاهلي في المونديال، مش هيقل كفاءه اطلاقا على ملعب مجرد ان هو ملعب تدريب، فبالتالي الكوره هتبقى سريعه على ارضيه الملعب، فكان مهم جدا جدا ان اللاعبين ياخدوا على طريقه اللعب على ارضيه الملعب دي وياخدوا حساسيه سرعه الكوره، وكلها امور في الحقيقه غايه في الاهميه، فكان قرار صائب جدا ان الفريق والبعثه تيجي بشكل مبكر تقريبا قبل اسبوع من اول مباراه. بصراحه الملعب جيد جدا واللاعبين بيأدوا التدريبات بشكل مميز وفي اريحيه من خلال التدريب على هذا الملعب يا كابتن اسلام. يعني انت اللقطات اللي اتبعتت لنا امير منذ قليل كان حسين الشحات شفناه بيتمرن تمرين خاص مع وليد سليمان ومع محمد هاني، وبعدين شفناه في التدريب الجماعي. طمنا برضو على حسين وعلى محمد هاني وعلى وليد سليمان. طيب خلينا نبتدي بحسين الشحات، حالته مطمئنه جدا جدا، بيقترب بشكل كبير قوي من اللحاق بمباراه الدحيل باذن الله. حسين الشحات اول ما جه المران النهارده مع الفريق نزل عادي، هو امبارح ما كانش شارك خالص خالص، يعني ما حتى ما لمس الكوره ولا حتى عمل اي تدريبات احمائيه اطلاقا. النهارده شارك في بعض التدريبات الاحمائيه الخفيفه اللي بالكره دي، كانت البدايه مع بدايه المران مع المجموعه بشكل طبيعي، كان متحدد له توقيت معين وتدريبات معينه جماعيه مع الفريق. بعد انتهاء هذه التدريبات وقبل ما يندمج الفريق في تقسيمه خاصه بالفريق ككل، كان حسين الشحات ليه بعض التدريبات التاهيليه مع الدكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالنادي الاهلي، ده طبقا للبرنامج الموضوع بالنسبه للاعب، لكن حالته جيده، الامور مبشره جدا، بنسبه كبيره هيلحق مباراه الدحيل. وانا سالت بنفسي الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق واللي قال لي الامور جيده بالنسبه لحسين الشحات، بكره او بعده على اقصى تقدير حسين الشحات يكون متواجد في التدريبات بشكل طبيعي، ما اشتكاش من اي الام، مفيش اي الام عودته اطلاقا في العضله الخلفيه. وبالمناسبه في نقطه مهمه يا كابتن اسلام، حسين الشحات ختم او ما ختمش، هو في مباراه بيراميدز خرج كتغيير فني ما كانش مصاب،
بعد كده كان في مران بالنسبه للنادي الاهلي قبل السفر يوم الجمعه، كان مران صباحي بالنسبه للفريق. حسين حس ببعض الالام فقال للدكتور، فاتعملت له الاشعه، اشعه السونار، وبالتالي يعني الدكتور فضل ان يتم اراحه حسين، وتم اراحته في مران الجمعه ومران امبارح، وكان اول مران بالنسبه للنادي الاهلي هنا قبل المونديال. النهارده حالته جيده، وباذن الله بكره او بعده على اقصى تقدير يكون متواجد في تدريبات النادي الاهلي. محمد هاني بقى وليد سليمان الشحات. لكن فيما يخص محمد هاني، محمد هاني برضو ما فيش اي شكوى، عمل بعض التدريبات التاهيليه بشكل طبيعي، بعض تدريبات الكره بشكل منفرد هو ووليد سليمان مع دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، ايضا حالته مبشره. بكره باذن الله تعالى طبقا للي انا يعني عرفته من دكتور احمد ابو عبله من شويه قبل ما اطلع معاك على الهواء، ان بكره ممكن محمد هاني يكون متواجد في تدريبات النادي الاهلي الجماعيه، يعني بيلمس الكوره بشكل طبيعي، طمنا عليه النهارده بشكل جيد، فباذن الله بنسبه كبيره هيكون متواجد. فيما يتعلق بقى بوليد سليمان، وليد سليمان يوم 17 بالظبط كانت جات له الاصابه في العضله الخلفيه، وكان محدد غيابه لمده 3 اسابيع، اعتقد عدى ما كملش 10 ايام على ما اعتقد، فبالتالي ممكن وليد خلال فترة قريبة يبتدي يشارك في التدريبات الجماعية، لكن بنسبة كبيرة مش هيكون متواجد في التدريبات الجماعية هنا قبل المونديال. يعني ماشيين على مهلهم في موضوع إصابة وليد سليمان، ما فيش يعني تسرع في مسألة عودته للتدريبات الجماعية، لكن حالته بالمناسبة حالة جيدة، وبالتالي بإذن الله قريبا يعود للتدريبات مع النادي الأهلي. بس هيكون الأقرب أنه هيعود بعد انتهاء مونديال الأندية، وهو كان في إصرار في الحقيقة من وليد سليمان أنه هو يكون متواجد مع البعثة هنا، بما أنه لاعب من كبار اللاعبين في صفوف النادي الأهلي، لاعب عنده خبرة كبيرة طبعا جدا، تواجده في حد ذاته مع البعثة ومع اللاعبين يدي إضافة قوية، وتوجهات أكيد بتبقى مميزة كابتن سليمان. طيب الأجواء عندك عاملة إزاي يا أمير؟ يعني هل في، أنا شايف في سنة سقعة مثلا، الجو مناسب لكرة القدم ولا الدنيا ماشية إزاي؟ طمنا برضو على الأوتيل ومقر إقامة البعثة. طيب طمنا على الجمهور، والجمهور بيجي ولا ما بيجيش؟ يعني اشرح لنا الدنيا ماشية إزاي. طيب خلينا نبتدي بالجو ودرجات الحراره. في الحقيقه الدنيا ساقعه قوي كابتن اسلام، يعني الواحد واقف الدنيا تحس تلج شويه كده، درجه الحراره تقريبا 16 درجه مئويه في التوقيت ده. بالمناسبه قبل دلوقتي بساعه او ساعه ونص تقريبا هتكون موعد مباراه الاهلي امام الدحيل الساعه 7:30 بتوقيت الدوحه هنا، والساعه 8:30 بتوقيت القاهره، او عفوا 8:30 بالتوقيت هنا، 7:30 بتوقيت القاهره، لكن الجو فيه سنه برد كده ما كناش متوقعين. خلي بالك لعيبه الكوره بتحب كده البرد ده، يجري اللعيبه كتير. لكن الصبح بالظبط بالظبط لعيبه الكوره تحب كده، لكن احنا كبعثه ما بنحبش كده بصراحه، الجو ساقع شويه. لكن في كل الاحوال في كل الاحوال جو كوره فعلا يا كابتن اسلام، جو يشجع اللاعبين على التالق وبذل المجهود المطلوب من خلالهم في المباريات ومباراه الدحيل تحديدا فيما يتعلق بدرجات الحراره. بالمناسبه الصبح الجو بيبقى لطيف، بيبقى حلو، يعني مش برد، هو المساله كلها في بالليل يعني تحديدا. لكن خليني اتكلم معاك بخصوص مقر اقامه النادي الاهلي وتجديدات امنيه واجراءات احترازيه طبيه مشدده للغايه يا كابتن اسلام. الموضوع ما فيهوش هزار اطلاقا، مراقبه فوريه ومستمره من الاتحاد الدولي لكره القدم، فبالتالي امر يعني ما نقدرش نختلف عليه اطلاقا، وامر مميز جدا في الحقيقه. هو ممل نوعا ما طبيعي، لكن انت مضطر عشان يعني الظروف اللي بيمر بيها العالم كله، عشان انت مقبل على بطوله لازم باذن الله الكل يعني ان شاء الله ما حدش يتعرض لاي اصابه بفيروس كورونا، ما حدش بيخش الاوتيل خالص، ممنوع يعني هل ممنوع اي زيارات يعني للفرقه؟ مستحيل 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 مستحيل. يعني انا عايز اقول لك يا كابتن اسلام ان اتعمل اسوار مخصوص في محيط مقر اقامه النادي الاهلي، وفي محيط ملعب تدريب النادي الاهلي، لان الناس هنا مدركه مدى شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي، فاكيد لما الاهلي هيكون موجود فهتلاقي الجماهير في اي مكان الفرقه موجوده فيه الجماهير هتيجي، فاتعمل اسوار حوالين الملعب اللي انا بكلمك منه
تمام، وحوالين مقر إقامة النادي الأهلي. السور ده ممنوع منعا باتا أي حد يعديه يدخل، أو أي حد من جوه اللي هم مين اللي جوه، بعثة النادي الأهلي وفرقة أولسن هونداي اللي هتشارك في البطولة طبعا بطل آسيا. فبالتالي ممنوع أن حد يخرج مننا من الفندق، حتى العاملين في مقر إقامة النادي الأهلي ما ينفعش إطلاق أن هم مقيمين معنا في الفندق يعني في الحقيقة، وده طبقا للإجراءات الاحترازية المشددة للغاية، وده أمر يعني مفروغ منه وطبيعي تمام. جدا في ظل الظروف الحالية. السؤال الأخير بتاعك وهو فيما يتعلق بجماهير النادي الأهلي. أيوة. لو على جماهير النادي الأهلي ومن خلال تواصلهم الدائم معنا نفسهم جدا ييجوا ونفسهم جدا يدخلوا، هم كل اللي قدروا يعملوه ان هم أزروا فريق النادي الأهلي من المطار أول مواسم الفرقة وعلى مدار الطريق بالكامل لغاية الأوتيل، ولما وصلنا الأوتيل أول امبارح كان عدد كبير جدا من الجماهير كان عنده شغف كبير ان هو يشوف لعيبه النادي الاهلي، لكن هم لما شافوا يعني كم الاجراءات الاحترازيه المشدده فطبيعي جدا ان هم يعني خلاص هيجوا مش هيعرفوا ان هم يقابلوا اللاعبين او مش هيعرفوا ان هم يتواصلوا معاهم او مع حتى الجهاز الفني او حتى اي فرد من افراد البعثه. امبارح تحديدا قبل التحرك لمران النادي الاهلي كان حوالين السور اللي حول مقر النادي الأهلي كان في بعض الجماهير اللي هتفت أيضا للاعبين وللجهاز الفني، والهتاف الأشهر أهم 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 أبطال أفريقيا أهم، ده طبعا نابع من السعادة الكبيرة بعد تحقيق هذا اللقب الغائب دوري أبطال أفريقيا، لكن هم عشمانين كمان، وفي الحقيقة كلنا عشمانين النادي الأهلي يعمل بطولة كبيرة ويؤدي مستويات عالية، بس مع وضع في الاعتبار مدى صعوبة كل المواجهات في البطولة، سواء الدحيل بإذن الله تتخطى طبعا مباراة بايرن هتبقى غاية في الصعوبة، يعني البطولة بشكل كامل صعبة جدا والمنافسة فيها صعبة جدا، لكن اللاعبين في الحقيقة بيعملوا كل اللي عليهم والجهاز الفني بيعمل كل اللي عليه، وتمنياتك ان شاء الله بإذن الله بالتوفيق. يعني المتألق أمير هشام أشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا أمير، وثلاث مفاجآت النهاردة بيتسو موسيماني وأيمن أشرف ومحمد شريف، الحقيقة شغل رائع الحقيقة من أمير ومن كل البعثة الإعلامية المتواجدة في أرض المونديال. الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين أول بأول بنجيب لحضراتكم كل اللي بيحصل، بنحاول دايما نحط حضراتكم على الطريق معانا ودايما كأنكم مع النادي الأهلي هناك في أرض المونديال. نتمنى إن شاء الله نحن نشوف مباراة تليق باسم النادي الأهلي، وده اللي احنا متأكدين منه، وده اللي دايما هنفضل معاه ودايما هنفضل نساند النادي الأهلي في أي وضع وفي أي مكان. طيب خلينا بقى نكمل البرنامج، هنكمل كلامنا عن البرنامج. طيب خلينا نطلع فاصل الأول، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم ونشوف عندنا إيه، ولسه عندنا كلام كتير جدا، وعندي كلام يخص فريق بايرن ميونخ. زي ما قلت لحضراتكم يومين اللي فاتوا كانوا فريق الدحيل، النهاردة بايرن، بكرة هيبقى أولسن الكوري الجنوبي، لغاية لما نوصل إن إحنا نوري حضراتكم أو نفصل لحضراتكم الخمس فرق بتوع مونديال الأندية. النهاردة هيكون الدور على بايرن ميونخ، وبعد كده هنكمل مع حضراتكم، ولكن خلينا نطلع فاصل الأول ونرجع ناخد شوية أخبار، وبعد كده نستقبل دكتور أحمد وكريم سعيد. لحظة بلحظة مع بعثة النادي الأهلي، دائما بنحط حضراتكم كأنكم في هناك في أرض المونديال. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نجيب كل ما يخص البعثة، وبنحاول نجيب لحضراتكم كل اللقاءات الحصرية عشان تبقوا دايما معانا وبتشوفوا إيه اللي بيحصل هناك. طيب خلينا ناخد بعض الأخبار اللي حصلت الحقيقة في هناك في مونديال الأندية علشان نتكلم عنها بشكل أكبر. أولا كابتن خطيب الحقيقة النهاردة بيتسلم شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، بصراحة حاجة تفرح وحاجة جميلة، و بسم الله ما شاء الله يعني الأمور ماشية بشكل جيد جدا جدا جدا. كابتن خطيب أيضا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي بيجتمع مع البعثة الإعلامية، عندنا برضو فيديو هنوريه لحضراتكم. الكابتن خطيب النهاردة قعد مع كل البعثة الإعلامية المتواجدة في مونديال الأندية وتكلم معهم في كل الأمور فيما يخص النادي الأهلي، طبعا في كل شيء، النواحي الإدارية، الأمور عاملة إزاي، محتاجين منكم إيه،
الكابتن خطيب الحقيقه من الناس اللي بتحب الامور تمشي بدقه متناهيه. طبعا الاستاذ ايهاب الخطيب، المهندس عادل القيعي، بقيه الزملاء المتواجدين هناك الحقيقه كلهم بيسالوا بقى الكابتن الفتره اللي جايه هيبقى فيها ايه، محتاجين حاجه. استاذ طارق قنديل زي ما حضراتكم شايفين متواجد، المهندس خالد مرتجي، الاستاذ جمال جبر، الاستاذ ابراهيم المنيسي، كابتن اسامه حسني، امير توفيق، استاذ امير توفيق، بقيه المتواجدين. طبعا تقليد الكابتن خطيب بيحب يعمله دائما الحقيقه ان هو يجتمع بالبعثه الاعلاميه عشان يعرف هل هناك مشاكل، الامور ماشيه ازاي، هنعمل ايه خلال الفتره اللي جايه، اللي احنا محتاجينه ايه، انتم محتاجين حاجه. دايما الكابتن خطيب بيبقى حريص على الاجتماع بالبعثه الاعلاميه علشان يعني يبقى كل الامور موضوعه امام الجميع. زي ما حضراتكم شايفين اجتماع هام جدا، وانتهى الاجتماع وكابتن خطيب وضع كل الامور على حدودها، خلاص كل الناس شايفه هنعمل ايه خلال الفتره اللي جايه، محتاجين حاجه مننا، الامور ماشيه كده، الامور ماشيه كده، الامور ماشيه كده، وهنبتدي نتحرك في هذا الطريق، لان زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله يوم الخميس تبدا المباريات واولى المباريات. ايضا بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره فنيه بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك الى ملعب جامعه قطر لخوض مران الاهلي الثاني في الدوحة. المحاضرة شهدت عرض ملخصات متنوعة لمباراة الدحيل القطري وشرح نقاط قوة وضعف الفريق المنافس. احنا شرحنا لحضراتكم هنا خلال اليومين السابقين قوة او نقاط قوة فريق الدحيل القطري وايضا نقاط ضعف الدحيل القطري. كالعادة زي ما حضراتكم متعودين مننا عندنا سؤال السوشيال ميديا، هو سؤال سهل الحقيقة، ولكن أنا اللي يهمني أكتر الذكريات اللي حضراتكم هتبعتوها لنا. سؤالنا النهاردة وعايزين نقرأ كل تعليقات حضراتكم، أنا في نهاية الحلقة دايما بقرأ بحاول أقرأ تعليقات حضراتكم. متى فاز النادي الأهلي ببرونزية العالم وإيه ذكرياتك مع اللقب ده؟ متى فاز النادي الأهلي ببرونزية العالم وإيه ذكرياتك مع اللقب ده؟ أهم من السؤال أو أهم من مين اللي فاز أو متى فاز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية، عايزين نعرف ذكرياتكم إيه؟ لما كان عندك كام سنة؟ عملت إيه؟ الدنيا كانت ماشية إزاي؟ فرحت إزاي؟ لما الجون دخل عملت إيه؟ لما دخل فينا جون، كل حاجة ابعتوا لنا وهنقرأ إن شاء الله في نهاية الحلقة كل ما يخص هذا الموضوع. طيب زي ما قلت لحضراتكم عملنا كل حاجة خلال اليومين اللي فاتوا فيما يخص فريق الدحيل القطري، وعشان دايما احنا هنكون متواجدين مع حضراتكم هنعرض كل ما يخص الخمس فرق الأخرى مع فريق الدحيل وفريق النادي الأهلي، بقى أربع فرق. الأربع فرق هنقول لحضراتكم كل ما يخص الأربع فرق من تفاصيل وهنفصلهم لحضراتكم النهاردة. جه الدور على فريق بايرن ميونخ. فريق بايرن ميونخ عنده نقاط قوة طبعا كتيرة جدا ونقاط ضعف هنعرفها من زمايلنا دايما اللي بيكونوا متواجدين معانا. كريم سعيد مشرف منور يا كريم. اهلا بيك يا كابتن اسلام. وهم عندهم نقطة واحدة مش نقاط. متأكد؟ نقطة واحدة. نقطة واحدة بس. أيضا زميلنا أحمد ثابت. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله تمام. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. خلينا نبدأ. احنا اليومين اللي فاتوا الحقيقة اتكلمنا عن فريق الدحيل القطري، نقاط القوة، نقاط الضعف، كل ما يخص فريق الدحيل القطري، وإن شاء الله ليلة المباراة نتكلم في كل هذه الأمور مرة أخرى بتفاصيل أكتر. النهاردة هنتكلم عن بايرن ميونخ. بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا طبعا، واحد من أهم وأقوى الفرق. نعم. فليك المدير الفني واحد من أهم المديرين الفنيين اللي متواجدين، وفي نفس الوقت خد بالك هو كان مدرب مؤقت. نعم. يعني هو كان مدرب مؤقت وما كانش مقنع في الأول، وما كانش مقنع ومش ماشي، فجأة أصبح فليك هو. نعم. عبقري وأسطورة، هي دي كرة القدم يعني. صحيح. فهتكلمونا عن إيه النهاردة؟ وطبعا في بداية كابتن إسلام، أكيد نادي بايرن ميونخ زي ما قلنا بطل اوروبا وصاحب الثلاثيه وال8 2 على برشلونه وحاجات كتيره اتعملت الموسم اللي فات، بس انا عايز 8 2 بس. فاكر الماتش ده؟ لا مش عارف افتكره. بتشجع برشلونه؟ اه طبعا. طب بعدين بقى نتكلم في الموضوع ده.
عايز بس اوضح حاجه في الاول. بعض التعليقات اللي جات لنا خلال اليومين اللي فاتوا على حته ان احنا ما بنتكلم على بعض النقاط الفنيه، ممكن الامر ده يخلي الجهاز الفني مثلا للمنافس بتاع النادي الاهلي ياخد باله. طب نوضح بس حاجه، طبعا كابتن سامح اكيد هتاكدها كرياضي وكلاعب كره قدم، يا جماعه الامور الفنيه ما بتتاخدش بالليل نروح الصبح نقولها للعيب فتتنفس تاني يوم بالليل، ده مستحيل. الفريقين كتاب مفتوح، ده مستحيل. لا بنتكلم في نقطه كمان مستحيله، يعني فكره مثلا هدي مثلا بسيط، لو عندك ليفت باك او باك رايت وعنده مشكله زي مثلا كنا احنا بنتكلم على اسماعيل محمد مثلا يعني، فبنقول هو عنده مشكله في التغطيه العكسيه. اسماعيل محمد لو صبري ياموشي قعد معاه اربع ايام يقعد يعلمه كل يوم انه يصلح الحته دي عنده، الاربع ايام مش كافيين في الرياضه. الاربع ايام دول بس وقت قليل جدا 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 عشان تعلم لعيب مهاره او تصلح عنده خطا. ما الكلام ده ما بيتمش بين يوم وليله. وكمان الامور الفنيه والتحليليه بالنسبه للسكاوت بتاع الفريق او بالنسبه للفريق التحليلي بتاع الفريق بيبقى الامر اكبر بكتير من اللي احنا بنعمله في الاعلام. فبس انا حبيت اوضح النقطه دي عشان الناس تبقى فاهمه الشغل اللي احنا بنعمله هنا. نروح لبايرن ميونخ. طبعا بايرن ميونخ اكيد هو المرشح الاول للبطوله طبعا. ناس كتيره بتتكلم على بايرن ميونخ ان هو رايح نزهه، من موضوع بسيط بالنسبه له، ولكن المتابعين لبايرن ميونخ في الايام الاخيره والمتابعين بيحبوا بايرن بقى في مصر عارفين ان الفريق يا كابتن عنده مشاكل وعنده في امور فنيه مش كويسه في الفرقه، ودي هانز فليك اتكلم عليها في كل المؤتمرات الصحفيه الاخيره، وطبعا كان اخرها النتيجه الصاعقه فريق درجه ثانيه شفناها طبعا لما فريق درجه ثانيه قدر ان هو يخرج بايرن ميونخ من كاس المانيا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 بعد ما كان بايرن متقدم 2-0. هذا اكيد كله هنتكلم عليه النهارده. دكتور احمد، على الجانب الاخر بايرن ميونخ فريق قوي، ولكن اللي انا اعرفه في كره القدم مفيش حاجه اسمها فريق قوي جدا ولا فريق ضعيف جدا، هي عنده نقاط قوه بيستعملها المدير الفني بشكل جيد ونقاط ضعف طبعا بيحاول يغطيها بشكل او باخر. طبعا بس بايرن ميونخ طبعا قدراته الفنيه اعلى، يعني عنده امكانيات لاعبين اعلى من الفرق كلها. بدليل ايه؟ يعني اول رقم كده معانا القيمه التسويقيه بتاع بايرن ميونخ. عايز اقول لحضرتك ان احنا لو جمعنا القيمه التسويقيه بتاعت باقي الفرق هتساوي ربع القيمه التسويقيه بس لبايرن ميونخ. يعني بايرن ميونخ القيمه التسويقيه بتاعته 804 مليون يورو. 804. تاني فرقه بالميراس البرازيلي 85.9 مليون يورو. رقم 3 تيجرس المكسيكي 53.4. رقم 4 الدحيل القطري 29.3. رقم 5 النادي الاهلي. ده 29 ده في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا. اتفضل. رقم 5 النادي الاهلي 22.9. رقم 6 اولسان هيونداي الكوري 16.5. طب رقم، اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنكمل كلامنا عن فريق بايرن ميونخ. خليني ابدا بيك احمد، عندنا اهم ارقام المدير الفني لبايرن ميونخ. طبعا المدرب هانز فليك مسكهم من 3 نوفمبر 2019. ايوه. لعب معهم 65 مباراه، كسب 55، اتعادل 5، خسر 5. يعني كسب 55 من 65 مباراه. جاب كام جون معاهم او اللعيبه جابت كام جون؟ 206 جون بمعدل كام؟ اكتر من 3 اهداف في الماتش الواحد. ده البايرن طبعا قوه هجوميه خارقه. الاستقبال الاهداف 68 هدف في 65 ماتش. ده برضو بياكد ان هم دفاعهم فيه عليه علامه استفهام. معدل استقبال الاهداف كل مباراه هدف في المباراه، يعني البايرن بيجيب اكتر من 3 اهداف في الماتش مع المدرب هانز فليك وبيستقبل بمعدل هدف في الماتش الواحد. طريقه اللعب المفضله والدائمه ليه 4-2-3-1 اللي بيلعب بيها على طول منذ قدومه لبايرن ميونخ. حصل على 5 القاب مع البايرن وبيطمح في السداسيه اللي هي الكاس العام للانديه. اخذ الدوري الالماني، اخذ دوري ابطال اوروبا، اخذ كاس المانيا، وحصل على كاس السوبر الالماني وكاس السوبر الاوروبي، وطامح لتحقيق السداسيه بالحصول على كاس العالم للانديه. طيب خلينا نروح بقى للتشكيل وطريقه اللعب، وخلينا نبدا ب كريم. طيب احنا ممكن نروح لطريقه اللعب على التاتش سكرين ونشوف ازاي فريق بايرن ميونخ بيطبق وهانز فليك بيطبقوا ال 4-2-3-1. ونبدا طبعا حراسه المرمى ما فيهاش اي ازمه وما فيهاش اي خوف. لا دي صعبه جدا، محدش عارف. نوير طبعا اكيد. يعني كان في كوميكات كتيره كانت بتتكلم على نوير ان اي حارس بيلعب قدام النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بيعمل زي نوير، لكن احنا طبعا هنشوف
مانويل نوير بنفسه في مونديال الانديه طبعا المباراة. هتشوف مانويل نوير اكيد فطبعا نوير مش محتاجين نتكلم عليه، واحد من افضل حراس مرمى في العالم، وطبعا اكيد نقطه قوه كبيره عند نادي بايرن ميونخ. نروح للاثنين مساكين كانت اسلام، وهي النقطه اللي عايزين نقف عندها شويه. الاثنين مساكين هانز فليك في الفتره الاخيره عنده طبعا اصابات، ودائم التغيير في المركزين دول، ربما الثابت هو طبعا ديفيد ألابا. ألابا اصلا كان باك ليفت وعنده مشكله خلي بالك دلوقتي طبعا، وهيمشي كمان وهيمشي اخر الموسم يعني بخلاف اصلا، بس تخيل ده هو ده المساك افضل مساك في بايرن ميونخ حاليا، اللي هو كان بيلعب باك ليفت اساسا، هو كان باك ليفت وتم توظيفه من ايام جوارديولا، لما كان جوارديولا بيلعب بيت 3 4 3 وكان بيحط المساك يحطه على الطرف عشان يستغل السرعه ويقفل، وكانت الفكره بتاع جوارديولا كملت مع ألابا انه كمل في مركز المساك، امر شبيه عندنا بايمن اشرف اللي كان اوريدي باك ليفت وبدا يخش احمد ليه المساك. المشكله بقى عند بايرن ميونخ في المركز الثاني اللي بيلعب جنب ألابا، ان هو عنده الخيارات الثلاثه اللي عنده معدي 30 سنه وبطاء جدا جدا وتقال في الحركه، نعم جيروم بواتينج وصول وخافي مارتينيز، وخافي مارتينيز اوريدي كان هاف ديفندر قبل ما في السنوات الاخيره يرجع يلعب المساك، وبالتالي هو ده المركز اللي عامل ازمه عند هانز فليك، وخلى كل الصحافه الالمانيه تبدا تكلموا على طريقه اللعب، لان انت فعلا كل الاهداف اللي دخلت في بايرن ميونخ لك تتخيل كابتن اسلام في اخر 10 ماتشات من قبل اخر ماتشين بايرن ميونخ ما طلعش فيهم كلين شيت غير مرتين بس، وده طبعا رقم سيء جدا، ودخل فيه 7 اهداف منهم طبعا هدفين من فريق درجه ثانيه، واكيد ده امر هنتكلم عليه في الحالات اللي هتكون معانا بعد شويه. بالنسبه للباكات بقى، بافر طبعا الفرنسي والفونسو ديفيز الطلقه السريع اللعيب الكندي، نيجي للاثنين الارتكاز كيميتش ومارك روكا، طبعا عشان اصابه جروتسكا فغالبا هيبدا بمارك روكا، في اثنين لعيبه جالهم كورونا فاحتمال يبدا واحتمال لا. طبعا كيميتش ده واحد فيليب لام الجديد، واحد من امتع اللعيبه اللي بحب اتفرج عليها جدا في بايرن ميونخ، لانه بيلعب في اكتر من مكان. كيميتش لعيب الارتكاز، بيلعب باك يمين، بيلعب ارتكاز، هو كمان يعني يعتبر اهم لاعب في التشكيله طبعا مع الرباعي الامامي، ولكن كيميتش ده هو عمليه الكونكشن، بيعمل عمليه الربط ما بين الدفاع وما بين الهجوم، هو اللي بيحول طريقه اللعب من 4 2 3 1 ل 4 1 4 1، وبيحول الفرقه دي، هو صنع الالعاب الفعلي من ورا. أيوة. عشان تتاثر او تضرب البايرن لازم يكون في رقابه شديده على كيميتش، لان هو محور بناء هجمات بايرن ميونخ تحديدا. كيميتش واحد من اهم اللعيبه، وبرده هيبقى معانا فيديو للاخر ان هو بيعمل بيوصل لدرجه ان هو اكتر لاعب عامل اسيستات في الدوري الالماني السنه دي كيميتش. نيجي بقى للثلاثه اللي تحت راس الحربه، طبعا توماس مولر واحد من احسن لعيب في العالم بيتحرك بدون كوره جوه منطقه الجزاء، هو يعني مهاجم عامل كده زي مؤمن زكريا لما كان، يعني مؤمن زكريا طبعا لما كان بيتحرك بدون كوره بشكل مميز جدا، توماس مولر واحد من احسن اللعيبه في العالم اللي بتتحرك بدون كوره داخل منطقه الجزاء. تمام، نيجي للاجنحه، طبعا جنابري وكومان برضو في البدايه، برضو هنا في عمليه تحضير الهجمه لبايرن ميونخ عندهم لعبه متكرره معاهم بقالهم من اول ما مسكهم هانز فليك، وهي ايه؟ دايما بيحضروا الهجمه ناحيه اليمين، دايما بافار مع كيميتش مع جنابري مع بيضم عليهم توماس مولر، فبيبقى في رباعي في الجبهه اليمنى يعني بافار. طيب وبيضم عليه ده نتكلم فيه اكتر على نقاط القوه مثلا، في نقاط تحديدا يعني بيحضروا الهجمه ناحيه اليمين، بيجمعوا اللعب ويروحوا رامين تمريره طوليه تغيير الملعب ناحيه كومان اللي دايما بيبقى عامل ستريتشنج للملعب في اخر الملعب، دايما بيبقى لوحده. جمله بايرن ميونخ الشهيره دايما في البطولة دوري ابطال اوروبا ان هم دايما بيجمعوا اللعب هنا وبيعملوا التمرير الطولي دايما لكومان اللي بيبقى فاضي اللي بيمتاز بالسرعه، طبعا بتتلعب له اللي بيرفع دائما ليفا او مولر اللي دايما بيتحرك في ظهر ليفاندوفسكي. البعض ممكن يشوف الطريقه برده 4 4 2 بتحول مولر جنب ليفاندوفسكي كمهاجم تاني. نيجي لسيرج جنابري، واحد من احرف اللعيبه واسرع اللعيبه، كومان لعيب سريع جدا ومهاري برده، ولكن عيبه ان هو الفينش بتاعه مش عالي قوي. طبعا نيجي للسفاح اللي قدام ليفاندوفسكي، وده اخذ هداف الدوري الالماني 5 مرات، يعني واحد من احسن المهاجمين او ممكن يكون احسن مهاجم في العالم ليفاندوفسكي، فالتشكيله طبعا اوراق هجوميه قويه جدا. كان كريم اتكلم عن نقطه حلوه جدا اللي هي في الدفاع عندهم مشكله واضحه جدا في قلبين الدفاع، دايما هم اسلوب الضغط عندهم الضغط العالي، بيعملوا ضغط عالي على المنافس بمولر بيضغط بيمنعوا زوايا التمرير على المنافس، فبيبقى عمليه ضغط عالي دايما اسلوب الضغط العالي اللي بيستخدموه، ولكن بيلعب دايما دفاع متقدم. الدفاع المتقدم ده او الدفاع العالي، الدفاع العالي ده هو اللي هو اساس مشكله بايرن ميونخ، اللي هو الدفاع اي تمريره طوليه بتضربهم. يمكن الرقم
ان طيب. هم من 24 اكتوبر من 24 اكتوبر لغايه 20 يناير 11 مباراه متتاليه في الدوري الالماني بايرن ميونخ ما خرجش بولا مباراه كلينشي. شباك نظيفه. طيب خلينا بقى نروح لاهم نقاط الضعف اللي موجوده في بايرن ميونخ. طيب نقاط الضعف لو ممكن معانا الصور اللي احنا محضرينها عشان نشوف بالصوره ازاي بايرن ميونخ بيتضرب في قلب الدفاع بتاعه. وكمان نقطه قلتها كابتن اسلام في بدايه الحلقه ان هم عندهم دي اهم نقطه دفاعيه، صعب جدا انك تلاقي نقاط دفاع نقاط ضعف عند بايرن ميونخ على الاطراف. مثلا دي من مباراه بايرن ميونخ وماينز، مباراه انتهت ل 5-2 لبايرن ميونخ. الاثنين مساكين في المباراه دي كانوا الابا وبواتينج. تعال نشوف نفس اللي يفتكر مباراه برشلونه وبايرن ميونخ الشهيره في سيمي فاينل دوري الابطال لما كسبنا 3-0 وميسي قدر ان هو يرقص بواتينج ووقع نفس الوقعه بالظبط. وقعها بواتينج في مباراه ماينز السنه دي، كوره طوليه اتلعبت من الخلف للامام وبواتينج ما قدرش يستقبل الكوره، رغم طبعا لعيب خبره كبير ولكن ما قدرش بسبب يعني البطء والتقل لكل شيء اتعمل، وقدر مهاجم ماينز بوكارد ان هو ينطلق بسرعته وياخد الكوره ويحرز الهدف. نروح للصوره اللي وراها من مباراه كانت حلوه جدا في البوندسليغا السنه دي ما بين بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ، وواحد من احلى اللعيبه اللي بنشوفها في مونشنجلادباخ وهو هوفمان، ولعيب طبعا كل اللي بيلعبوا فيفا عارفينه من فيفا 17، ما فيش حد بيلعب بفرقه من الدوري الالماني الا بياخد هوفمان. زي ما احنا شايفين مونشنجلادباخ قدر انه يخترق العمق تاني قلب ملعب بايرن ميونخ بتمريره بينيه سهله جدا. قدر هوفمان لعيب سريع جدا 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 انه يخترق ما بين الاثنين مساكين كانوا مين بقى يا كابتن؟ كانوا الابا وسول. الابا زي ما هو ثابت وسول هو اللي اتغير، شلنا بواتينج ونزلنا سول، بس نفس الاداء رغم ان سول اصغر شويه ولكن نفس الاداء نفس التقل، وبالتالي بيقدر اي لاعب سريع يلعب ما بين الاثنين مساكين انه يخترق. وشايفين طبعا هوفمان اصلا اوريدي لعيب وينجر لعيب جناح بيجي من الطرف وبيقدر يخترق، رغم طبعا ان مونشنجلادباخ عندهم مهاجم صريح ممتاز اسمه ستاندلر، طبعا كل بيحب البوندسليغا عارفينه، ولكن ستاندلر في المواقف دي بيسيب المساحه على طول هوفمان هو اللي ياخد قلب الملعب. نكمل اللقطه اللي وراها ونشوف تاني هوفمان نفس اللقطه تقريبا نفس اللعبه نفس الماتش مع نفس المدافع سول، بيقدر هو يكسر مصيدة التسلل وبيخطف المساحة اللي ورا دفاع بايرن ميونخ وبيقدر يجيب الهدف الثاني قبل ما يجيبوا الهدف الثالث ويقلبوا تأخرهم من 2-0 لفوز كان مثير جدا في البوندسليغا على بايرن ميونخ 3-2. نفس الفكرة هنشوفها برضو اتكررت بقى في ماتش الكاس قدام هولستن كيل، فريق من الدرجة الثانية كان فريق ممتاز ومرشح بشكل كبير ان هو يتأهل للبوندسليغا السنة الجاية. برضو المهاجم اسمه بارتليز قدر ان هو يجري ما بين اثنين مساكين كانوا مين بقى؟ كانوا سول وهرنانديز. هرنانديز اوريدي هو فول باك بيتوظف في مركز المساك، قدر بارتليز ان هو يخترق ما بينهم، ودي في وجهة نظري الشخصية نقطة الضعف الوحيدة عند بايرن ميونخ. ما عندهمش اي نقاط ضعف، جنابري زي ما احمد شرح، جنابري وكومان ربما احمد اتكلم عنهم من الناحيه الهجوميه، ولكن جنابري السنه دي وكومان مقدمين اداء دفاعي اكثر من رائع في مساله العوده للتغطيه. نتكلم بقى اللاعبين في اخر صوره معانا يا دكتور احمد اتفضل. في التكمله برضو لنقاط الضعف، هم نقاط الضعف يعني برضو الصوره ديت او اللي فاتت بتوضح ان النادي الاهلي في طريقه سواء الدحيل القطري او بايرن ميونخ الاثنين نفس الفكره، الاثنين بيلعبوا ضغط عالي، الاثنين عندهم شراسه هجوميه كبيره جدا، ولكن الاثنين عندهم دفاع عالي، عندهم مساحات ورا، عندهم سهل فرقتين بنفس يعني اقويه جدا على شرسين جدا على المستوى الهجومي، ولكن بيلعبوا دفاع عالي. فده نفس يعني في طريق النادي الاهلي ان شاء الله الدحيل باذن الله، بعد كده باذن الله يعني بايرن ميونخ بيبقى الفرقتين نفس الفكر، الدفاع العالي، الاثنين بيلعبوا ضغط عالي، وبالتالي في مساحات بتسيبهم في بيسيبوها في الدفاع. النقطه الضعف الثانيه من وجهه نظري ان بايرن ميونخ بيعاني في التمركز في الكرات العرضيه والضربات الركنيه. أيوه. دخل فيهم اهداف السنه دي كتير جدا، من يمكن ده هدف من هوفنهايم فيهم من ضربه ركنيه، من الضربات الركنيه والتمركز في الكرات العرضيه برضو من نفس نقطه ضعف كانت للدحيل القطري، فنفس الفكره الموجوده من خلال نقاط الضعف. خلينا نبدا بليفاندوفسكي مع كريم، اتفضل يا كريم. نعم بنتكلم طبعا على ارقام ليفاندوفسكي، طبعا واحد من افضل رؤساء الحربه في العالم، رؤوس حربه في العالم، ومهاجم
صاروخ، بنتكلم على مهاجم طبعا اكيد 185 سنتي، لعيب طويل اكيد صناعه الاهداف، كان بخلاف ان ليفاندوفسكي واحد من المحرز الاهداف لكن بيقدر يصنع اهداف، عنده مهاره عاليه، بنشوف صناعه الاهداف عنده 6 لعبات عملها لزمايله، وكمان التصويب على المرمى من 72 تصويب على المرمى قدر يحط 38 تصويب على ما بين الثلاث خشبات، وكمان عنده رقم انا بشوفه رقم عالي جدا 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 هو المراوغات، من 42 مراوغه حاول يعملها عمل 19 مراوغه صحيحه، ولا افضل ده جيد جدا، ولا افضل بلاي ميكر انك تاخد الرقم ده طبعًا. من لاعب راس حرب اكيد رقم كبير جدا، وطبعا التحامات الهوائيه حدث ولا حرج، بنتكلم على 34 التحام هوائي ناجح. احمد قول لنا مولر وكيميتش. مولر طبعا، مولر واحد من احسن اللعيبه اللي بتتحرك زي ما قلنا بدون كوره، يمكن ليفاندوفسكي هو هداف الدوري الالماني واكتر لاعب عامل محاولات على المرمى، مولر واحد من اكتر رقم مميز لمورا للسنه دي هو التمريرات الحاسمه، التمريرات البينيه. أيوه. اكتر لاعب بيعمل تمريرات حاسمه في الدوري الالماني هو مولر. مولر طبعا 31 سنه، الماني، عدد المباريات 19، مسجل 10 اهداف، صناعه الاهداف 8، هو ثاني اكتر لاعب اسيست في الدوري بعد كيميتش اللي عامل 9، التصويب او المحاولات على المرمى 23 محاوله منهم 13، التمريرات 701 تمريره، نسبه التمريرات الصحيحه بتاعته 77%، المراوغات بتاعته 13 ناجح من 35. مولر مش لعيب مهاري قوي، مش لعيب هيمتعك، ولكن هو لعيب اكثر تكتيكيا. اهم رقم الرقم الاخير اللي قدامنا على الشاشه، التمريرات البينيه 47 تمريره، اكثر لعيب بيصنع فرص في بايرن ميونخ هو مولر. مولر واحد من اهم، ممكن ما بيمتعكش مثلا بترقيصه، مش مهاري قوي، ولكن قوي جدا بدنيا، قوي جدا تكتيكيا، بينفذ تعليمات المدرب بالحرف الواحد، بيتحرك بدون كوره جوه المنطقه، هداف، بيصنع فرص. كيميتش زي ما قلت لحضرتك اهم رقم ليه التمريرات الحاسمه. نيجي لكيميتش. كيميتش هو فيليب لام الجديد. كيميتش واحد برده من زي ما قلت لحضرتك من احسن اللعيبه اللي بتمتعني هو كيميتش. كيميتش لعيب جوكر طبعا، الماني 25 سنه، عدد المباريات 13، عامل كام اسيست بقى؟ 10 اسيست، اكتر لاعب صانع اهداف في الدوري الالماني، تمام؟ كمان بيعمل 16 محاوله على المرمى منهم 7 صح، التمريرات عامل 789 تمريره بنسبه دقه 89%. نيجي برده للدور التكتيكي بتاعه اللي هو الاستخلاص الكرات، عامل كام؟ 60 استخلاص منهم 27 في ملعب الخصم. التمريرات البينيه هو تاني اكتر لاعب بيصنع فرص بعد مولر، مولر رقم واحد، كيميتش رقم اتنين. قطع كام تمريره؟ 56. اذا الارقام بتقول ايه؟ بتقول ان هو بيصنع اهداف، اكتر لاعب صانع اهداف، اكتر من اكتر اللعيبه اللي بتصنع فرص، وفي نفس الوقت عنده دور دفاعي. تمام، عنده دور دفاعي لانه ارقامه ممتازه في قطع التمريرات 56، وارقامه ممتازه في استخلاص الكرات 60. اذا لعيب تكتيكي ممتاز جدا جدا جدا. اللي بعد كده يا كريم اتفضل. اعتقد معانا جوريتسكا. جوريتسكا وصول، هو اعتقد وصول. ناخد جوريتسكا الاول، طبعا واحد من افضل لاعبي خط الوسط في بايرن ميونخ، طبعا اكيد موضوع كورونا عنده مشكله فيه خلال ايام اللي فاتت، بس اعتقد يعني هو ممكن يلحق المونديال. بنتكلم على لاعب صنع الاهداف مرتين، تصويب على المرمى طبعا واحد من افضل المصوبين على المرمى، من 21 تسديده صوب 11 على المرمى، رقم انا بشوفه رقم جيد، نسبه التمريرات الصحيحه 90%، وكمان نقطه مهمه جدا استخلاص الكره من ملعب الخصم، استخلاص الكره 39 مره، واعتقد ده رقم كبير. المهم يا كابتن اسلام بالنسبه لجوريتسكا عشان نعرف الساده المشاهدين اللاعب ده كان فين وراح لفين، معانا صوره بسيطه لو ممكن نعرضها، صوره لجسم جوريتسكا قبل كورونا وجسم جوريتسكا بعد فترة كورونا، يعني ممكن نعرضها على الشاشة، هنشوف فرق. ده على الصورة على الشمال، ده يا جماعة جسم جوريتسكا قبل كورونا، قبل توقف كورونا. طيب كلنا رحنا الكورونا واهتمينا بالمشاكل الطبية والأدوية والحاجات دي كلها والبي سي آر، رجعنا مع عودة الدوري الألماني في شهر 6، شفنا جوريتسكا بالصورة اللي على اليمين، ده يعرفنا قد إيه العامل البدني مهم عند نادي بايرن ميونخ، ولاعب زي ده اشتغل على نفسه في خلال من 3 ل 4 شهور، وصل بالشكل من واحد اعتقد يعني حجم العضلات في جسمه لا تزيد عن 30 او 40 كيلو، وصل لعضلات بس الماسلز في جسمه لاكثر من 60 كيلو، طبعا ده اكيد رقم كبير وبيعرفنا قد ايه اللاعب ده مهم في صفوف بايرن ميونخ. سول طبعا اتكلمت عليه من الناحيه الفنيه في الصور، اكيد الارقام ربما أرقام مميزة، هنشوف نسبة التمريرات عنده كبيرة ونسبة
استخلاص الكوره كبيره. مثلا تخيل سول بيعمل 700 تمريره صحيحه من 760، ولكن التمريرات دي كلها تمريرات سلبيه لانها بتتعمل عند مانويل نوير، معظمها مانويل نوير، فبالتالي طبعا اكيد الناس بتبقى عاليه جدا. لكن سول بشوفه من وجهه نظري عنده مشاكل كتيره فنيه، رغم ان بعض الارقام بتصب في صالحه. تمام، خلينا ناخد بقى خط الدفاع مع بواتينج وألابا ومارتينيز مع دكتور احمد. اتفضل. ديفيد ألابا طبعا هو دايما هانز فليك بيعتمد على ديفيد ألابا، رغم ان هو خلاص ده اخر موسم ليه مع البايرن، لكن هو واحد من احسن اللعيبه اللي بتحضر الهجمه من تحت من الخلف. لعيب تمريراته كويسه جدا جدا، حتى هتلاقيه معدي ال 1200 تمريره في ارقامه. اللعيب الوحيد في البايرن اللي معدي ال 1200 تمريره، لكن هو على المستوى الدفاعي ضعيف في التمريرات الطوليه اللي بتتلعب من وراه، وضعيف في التمركز الدفاعي. ارقامه قدامنا على الشاشه طبعا، نمساوي عدد المباريات 18، مسجل هدفين، عامل 10 محاولات على المرمى لان هو متخصص في الضربات الثابته. التمريرات اهي 1293 تمريره. أيوة. اكتر لاعب في البايرن عامل تمريرات بنسبه دقه 87%، الالتحامات 28 من 46، استخلاص الكرات 112 استخلاص منهم 14 في ملعب الخصم، وقطع 105 تمريره. نيجي بعد كده لبواتينج المدافع الثاني اللي احنا قلنا ان هو بيعاني من البطء، ودايما الكوره اللي بتتلعب من وراه بتعمل، وبيعاني من ميسي اللي هي من وقعه الظهر. هو قدامنا طبعا مسجل هدف، لعب 17 مباراه، عامل 1100 تمريره، 90% تمريرات صحيحه، التحامات الهوائيه 31 من 44، استخلص الكوره 108 وقطع 95 تمريره. نبص برده هنلاقي ان الراجل ده بواتينج عامل 1100 تمريره، لكن ألابا عامل 1000 وفوق ال 1200. إذن المدافعين بيحضروا الهجمه بشكل كويس جدا، وده اسلوب لعب البايرن، التحضير من الخلف. نيجي بعد كده لمارتينيز. خافي مارتينيز برده هو المساك يعني الثالث او الرابع في الفرقه. نيجي ان هو عنده كورونا واحتمال كبير ما يكونش موجود في بطوله المونديال، ولكن ارقامه قدامنا على الشاشه، 10 مباريات لعب 216، عنده 216 تمريره بنسبه دقه 92%، استخلص الكره 25 مره في 10 مباريات، وقطع 29 تمريره. هو دايما بيعتمد على التوقع لان هو لعيب وسط مدافع، وتم توظيفه كمساك عكس بواتينج، وطبعا ديفيد ألابا برضو تم توظيفه كمساك. طيب. خلينا نروح لجنابري وكومان وسان. طبعا جنابري واحد اكيد من اللعيبه اللي جمهور السوشيال ميديا في مصر بيحبهم جدا، اول بينزل بوست طبعا ان الراجل شبه المصريين شويه، فهم الناس كلها بتحب تعلق عنده. جنابري واحد من افضل الاجنحه في الدوري الالماني وفي العالم في الوقت الحالي، بشوفه لعيب سريع جدا جدا جدا، وكمان فينيشر بشكل رائع. بنتكلم التصويب على المرمى من 39 كوره سددها على المرمى، منهم 19 كوره في على الثلاث خشبات، رقم كبير جدا. تمريرات صحيحه عنده 459، وطبعا اهم نقطه في جنابري ان هو لعيب سريع جدا، وطبعا مراوغات من 56 مراوغه حاول يعملها نجح في 26، وكمان الاسيست او التمريرات البينيه عنده رقم عالي جدا كابتن اسلام، 31 تمريره. نروح لافضل جناح في بايرن ميونخ بعد جنابري في وجهه نظري طبعا كومان. طبعا كومان لعيب سريع جدا جدا، اسرع من جنابري، سرعه فائقه لجناحات نادي بايرن. برضو بنتكلم على لاعب بيعمل صناعه، عمل صناعه اهداف، 9 اهداف صنعها، والتصويب على المرمى من 25 كوره سددها، سدد 8 بس ما بين 3 خشبات، ربما ده يكون رقم قليل شويه. بيلعب عرضيات اكتر من جنابري 45، التمريرات الصحيحه عنده اقل شويه 241، و المراوغات الصحيحة من 72 مراوغة حاول يعملها نجح في 42 بس، فواضح ان هو بيحاول يبقى ميسي بس يعني. مش هو اكتر عارف. اكتر نعم. اكتر لاعب عامل مراوغات في البايرن. تمام، نكمل ونروح للاعب الاخير طبعا لروي ساني. ولروي ساني كان طبعا أزمة كبيرة في بايرن ميونخ في بداية الموسم، لأن هو راح طبعا بعد عملية في الركبة اللي كان طبعا أصابت الإصابة جات له في مان سيتي، وكان في مشكلة عند ليروي ساني مع نظام أو لعب بايرن ميونخ، عشان كده ما كانش بيلعب بشكل أساسي. ربما ليروي ساني في مباراة الأخيرة أعتقد من ساعة مباراة هوفنهايم بدأ يلعب بشكل جيد والناس شايفينه بشكل إيجابي، ولكن طبعا لسه ليروي ساني ما رجعش لنفس المستوى اللي كان بيأديه مع مانشستر سيتي، وبالتالي بنشوف التصويب على المرمى من 22.10 بس، التمريرات الصحيحه 274، طبعا الارقام كلها يا جماعه قليله، نسبه التمريرات الصحيحه 74%، بيأكد لنا ان هو عنده مشكله مع طريقه اللعب. واخيرا التمريرات البينيه، عمل 21 و42 مراوغه صحيحه من 69. طيب خلينا بقى ناخد الحالات الفيديو اللي عندنا. طب اتفضل يا دكتور احمد، هبدا مع دكتور احمد. نعم طبعا احنا معانا الحالات على كيميتش. زي ما قلت لحضرتك واحد من اهم اللعيبه، انا جايب له 3 حالات محددين ليه، لان كيميتش ارقامه يعني هو اكتر لاعب عامل اسيست في الدوري الالماني.
تاني اكتر لاعب عامل تمريرات بينيه في فريق بايرن ميونخ بعد مولر، اكتر لاعب عامل عرضيات في فريق بايرن ميونخ، واكتر لاعب بيعمل تمرير طولي. اذا يعتبر اهم لاعب. نبص على الحاله الاولانيه، زي ما قلت لحضرتك هو اهم لاعب بيعمل، اكتر لاعب بيعمل عرضيات، ودايما بيجمعوا اللعب ناحيه اليمين دايما. كيميتش بيروح، هو زي ما قلت لحضرتك هو بيحول طريقه اللعب من 4 2 3 1 ل 4 1 4 1 بوجود كيميتش كصانع العاب بالزياده بتاعته. دايما بيبقى موجود هو جنابري وبافار وكيميتش، ومولر ساعات بيروح عليهم فبيبقى في 4، ودايما بيعملوا ايه التمريره الطوليه في الجنب الثاني. الميزه كمان ان انت الاربعه هناك ولكن في 4 هنا، طبعا الزياده يعني العدديه، يعني الزياده العدديه طبعًا غير طبيعيه. بص حضرتك كيميتش بيبص الاول، بس ده مش تأمين دفاعي جيد، خلي بالك. طبعا كيميتش بيبص الاول، بيبص لمولر، مولر بيشاور له اهو ان هو هيتحرك من ورا ليفاندوفسكي. تمام. ليفاندوفسكي بياخد عين المدافع اللي هو ده معاه، بياخد عينه وبيسرقه وبيفضي المساحه اللي في ظهر المدافع لمولر. لمولر ده، دي جمله على طول متحفظه تحديدا من كيميتش، اتحول لصانع العاب. الجون كله ان ليفاندوفسكي يعني هو عين المدافع ده اللي خدها منه، هي واضحه ايده وايده بيقول له حطها لي قدام، حطها لي قدام. وليفاندوفسكي بيقطع، بياخد الاثنين المساكين معاه وبيفضي المساحه لمولر. ده لو في ثلاثه مساكين هيروحوا طبعا. طيب اللي بعد كده كمل اللعبه وبعد كده ناخد اللي بعد كمل. اتفضل اهو، ده سهله قوي. دي برده هو عامل هاتريك اسيست في الماتش ده. ده برده تمريره طوليه جايه من كيميتش ليفاندوفسكي، ده برضه في ظهر المدافعين. أيوة. نفس هو يعتبر صانع الالعاب الفعلي. قلت لحضرتك ان هو اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه، وتاني اكتر لاعب عامل تمريرات بينيه، واكتر لاعب عامل عرضيات، واكتر لاعب عامل اسيست في الدوري الالماني. أيوة. كيميتش واحد من اهم اللعيبه الموسم ده في الدوري الالماني. طبعا ليفاندوفسكي بيرقص وبيعدي وبيشوف، ما بيتوصاش في الانفرادات. طيب اللي بعد كده، بص الثقه اللي عند ليفاندوفسكي. يعني هنقول ايه، ده متخصص برضه لعب الضربات الثابته. ايوه، تخصص لعب الضربات الثابته، وواحد من احسن الناس اللي بترفع في البايرن، احسن واحد من احسن الناس اللي بتعمل عرضيات. ادي السهم على كيميتش هيرفع، نكمل. ادي مولر، طبعا مولر واحد من احسن الناس بقى اللي بتتحرك بدون كوره. أيوة. جوه منطقه الجزاء بيقطع. طيب. برضو من ورا المدافع زي ما شفنا الجون الاولاني، برضو في الجون الثاني هو اللي متحرك وحاططها براسه. طيب خلينا ناخد بقى الحالات لمولر بعد ما يخلص الحاله دي مع كريم. اتفضل يا كريم. طبعا مولر اكيد بخلاف ان هو بيجيد مركز راس الحربة الصريح بشكل جيد لما بيكمل، لكن بيتكلم برضه كابتن اسلام على صانع لعب ذكي جدا وبيتحرك بدون كره بشكل رائع جدا. نشوف الحاله اللي معانا الاولى ونشوف ازاي مولر هيقدر ان هو يسرق مدافعين المنافس ويفتح المساحه لليفاندوفسكي عشان ياخد السبيس الفاضي جدا قدام المرمى ويحط الهدف بشكل يلا سهل جدا. فضل. لو ممكن نشغل لعب جنابري طبعا كالعاده هو اللي واخد الجنب اليمين. مولر قدر ان هو ينزل لتحت، خرج بره منطقه الجزاء، ما عملش دور الله. المهاجم لو ممكن بس نرجع تاني عشان ونقف عند مولر اول ما وقف بره منطقه الجزاء. ربما في اللعبه دي المنافس زي ما احمد كان بيشرح هيتوقع ان مولر يا كابتن هيخش يكمل كراس حربه تاني ويستنى الكره العرضيه العاليه وربنا يكرم، لكن هو عمل ليه؟ لا، الراجل قال لك لا انا هنزل لخارج منطقه الجزاء، وبالتالي حتى هنشوف المنافس في حركه جسمه بيحاول يلحق نفسه، مش مصدق هو بيحاول دلوقتي يلحق نفسه عشان يقفل مساحه التمرير على مولر. لعب ثرو باس لليفاندوفسكي، وليفاندوفسكي طبعا كالعاده مفيش، صعب جدا ان انت يغلط في كوره زي دي، وحط الكوره بشكل مميز جدا. نروح للهجمه طبعا احنا بنعيد الهجمه، هجمه ممتازه بصراحه، يعني حلوة بصراحة. بينيه أوي. حلوه قوي من مولر لليفاندوفسكي، محدش يتوقع ان هو يعملها كده. ليفاندوفسكي حطها بشكل مميز. نروح للكوره الثانيه برده كان لسه احمد بيتكلم عليها، بنشوف المساحه ازاي مولر هنا بقى بيكمل كراس حربه تاني بعد ما عمل دور البلاي ميكر، بيعمل دور راس الحربة التاني وبيستغل طبعا سرقة ليفاندوفسكي للمساك وبياخد هو المساحة ورا ليفاندوفسكي بالظبط، بيبدلوا مع بعض رايت. طبعا كله تايه طبعا، بنتكلم على لعيبة كلاس ايه، صعب جدا ان انت تعمل لهم ماركينج في الزمن السريع ده، وبالتالي بيقدر مولر ان هو يحرز الاهداف زي ما بيقدر يصنع زي ما بيقدر يحرز. طيب هل في حالات تانية ولا لا؟ دي هما حالتين بس بتوع مولر اللي معانا. طيب كويس جدا، اتفضل. اتفضل يا كابتن سلام. في سلايد بقى نقاط القوة اللي هي في البداية مجمعة كده، يعني دي قول لنا أهم نقاط القوة مجمعة. طبعا نقاط القوة مجمعة كده، الأول لو استعرضناها نلاقي الأكثر تهديف، الأكثر صناعة للأهداف، الأكثر محاولات،
خليني اقول لحضرتك برضو ان البايرن اقوى خط هجوم في الدوري الالماني، مسجل 57 هدف منهم 41 هدف من لعب مفتوح. الارقام قدامنا على الشاشه اهي، هداف الفريق ليفاندوفسكي 24 هدف، الاكثر طبعا مولر جايب 10 اهداف، جنابري جايب 5 اهداف، دول الاكثر تهديفا في الفرقه، ليفاندوفسكي مولر جنابري. طب مين الاكثر اسيست؟ كيميتش عامل 10 اسيست، كومان عامل 9 اسيست، مولر عامل 8 اسيست، برضو كومان عامل ارقام كويسه. نيجي للاكثر محاولات على المرمى، ليفاندوفسكي اكتر لاعب في الدوري الالماني عامل محاولات على المرمى، أيوه. 72 محاوله على المرمى، يليه جنابري 39 محاوله، يليه كومان 25 محاوله على المرمى. نكمل هنلاقي بعد كده الاكتر لاعب التمريرات طبعا زي ما قلنا ألابا عامل 1293 تمريره، يليه بواتينج يليه مولر. قلنا ان اللي هم بيحضروا الهجمه من الخلف عشان كده التمريرات عند المدافعين اكتر من المهاجمين. بعد كده المراوغات، كومان اكتر لاعب عامل مراوغات 72 مراوغه، وسانيه عامل 69 مراوغه. دي نكمل برضو، دي يمكن السلايد بتاع نقاط القوه. في حاجه برضو تانية، ان البايرن ارقامه الدفاعيه مش حلوه زي ما قلنا ان هو بقاله 11 مباراه متتاليه بدون شباك نظيفه. البايرن رقميا مش من اقوى اربع فرق في الدوري الالماني دفاعيا. تمام، بكره بقى ان شاء الله مين اللي هنتكلم عنه؟ بالميرس. نتكلم طبعا على بطل ليبرتادوريس العمل القاضيه برضه، العمل القاضيه برضه 97 طبعا كوره طبعا شبيهه بالسيناريو اللي عمله النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. وطبعا كلنا شايفين المقارنات اللي بتتعمل من بالليل ما بين الاهلي وبالميرس، وان شاء الله ليه لا ربما تحدث المفاجاه. طيب قبل بس ما نختم دكتور احمد، برضو يعني مهم جدا ان احنا نتكلم في اطار ملناش دعوه ببايرن ميونخ. احنا النهارده بالصدفه احنا مرتبين الموضوع ده من لا، واحنا طبعا بنتكلم حواريح بنغطي المونديال كبطوله، مش بنتكلمش على كده لان ده لا طبعا لا ملناش دعوه لا الناس لازم يفهموا ويعرفوا ان احنا طبعا في تغطيتنا ليه في احنا من اول يوم قلنا الكلام ده على فكره، حاطين سيكونس وحاطين ترتيب للانديه. احنا طبعا اكيد من واجبنا ان احنا نعرف الساده المشاهدين بالفرق اللي هتشارك في المونديال. بصراحه وعاملين تفصيلات رائعه وجايبين اهداف رائعه والناس كلها الحقيقه مستمتعه بوجودكم. لكن مش خلاص من الكلام ده ان احنا لا ازاي جت بالصدفه النهارده ان احنا دورنا ان احنا نحلل كل الفرق. يعني هو الاهلي مش هيقابل بالميرس، يعني احنا بكره هنجيب هنجيب بالميرس وهنتكلم عنه في كل الامور اللي هو جاب جول الزياده، جاب جول جامد قوي في وقت صعب قوي على طريقه قفشه على طريقه قفشه يعني جون حلو مش شوطه، هو السيناريو عرضيه واتلعبت بالراسيه، بس هي نفس السيناريو ان انت تبقى قاعد برده لغايه اخر لحظه وهو اللاعب كمان اللاعب رقم 19 وخلع التيشيرت بنفس الاسلوب بتاع قفشه بالظبط. امبارح كان في صور كتيره بصراحه الاثنين شبه بعض، عشان كده بقول ان الاهلي وبالميرس الناس بتقارن ما بينهم من امبارح كتير. بس لازم برده نكون يعني موضحين ان احنا هنا بنحلل جميع الفرق، مش معنى ان احنا بنحلل البايرن ان احنا نقابل خلاص البايرن لا احنا بنحلل الدحيل حلقتين، بعد كده البايرن، بعد كده جميع الفرق، عشان الناس تكون قبل ما تكون داخله على البطوله تكون عارفه كل الفرق ومين ابرز النجوم وين نقاط القوه وين نقاط الضعف وشافت فيديوهات. شرفتونا ونورتونا، وبكره بقى ان شاء الله ميعادنا مع بالميرس نشوف بالميرس وعمل القضيه ازاي ان شاء الله. كان لابس ايه بالميرس؟ امبارح ابيض ولا حتى تيشيرت زي قفشه. يلا هنطلع لا هنكمل مع حضراتكم، وعندي لقاء هام جدا الحقيقه من المانيا، كابتن محمد عبد العظيم عظيمه عبر سكايب. بما اننا بنتكلم عن بايرن ميونخ الحقيقه هنتكلم اكتر وهيدخلنا بقى في كواليس ما يحدث والمانيا بيتكلموا عن بايرن ميونخ ازاي وبيقولوا ايه والبطوله دي بالنسبه لبايرن ميونخ ايه. وايضا كابتن محمد عبد العظيم طبعا بما انه احد نجوم النادي الاهلي الكبار الحقيقه فتره طويله في النادي الاهلي، ايضا لعب في اولسن الكوري الجنوبي، يقدر يكلمنا وحتى لو لقطات كده عن هذا الفريق، وهو عاش في المانيا طبعا فترات طويله جدا جدا. يا كابتن محمد ازي حضرتك؟ الو مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ الفل يا كابتن، وحشنا جدا. الله يخليك، انتوا وحشنا جدا جدا طبعا، ومتشكرين جدا على المقدمه الجميله بتاعتك دي. يعني سعداء بوجود حضرتك معانا، ويعني دايما بتشرفنا وبتنورنا. حبيبي يا كابتن اسلام، انا سعيد جدا طبعا في قناتنا قناه النادي الاهلي. يعني ربنا يخليك كابتن محمد. برضو خليني اسالك عن احنا لسه كنا بنتكلم عن بايرن ميونخ، واحد من اعظم الفرق اللي موجوده في العالم كله الحقيقه، متخيل ان هم او شايف حضرتك ان هم واخدين هذه البطوله ازاي؟
لا هو طبعا بايرن ميونخ تقريبا مش تقريبا، لا ده اكيد ان هو طبعا من احسن الفرق اللي موجوده هنا في المانيا، طبعا زعيم الكره الالمانيه اكثر تحقيق القابا، يعني زيه زي النادي الاهلي في مصر الصراحه، حتى طريقه اللعب تتشابه مع طريقه لعب النادي الاهلي، بيلعبوا 4 2 3 1. طبعا بايرن ميونخ الاكثر شعبيه كمان هنا في المانيا، وانما هم ليهم فلسفه معينه، او الكره الالمانيه ليها فلسفه معينه، هم الاول دلوقتي مركزين في مباريات الدوري، وعندهم لعبوا امبارح مباراه تقريبا مع هوفنهايم تقريبا امبارح او اول امبارح حاجه زي كده، كسبوا 4-1، عندهم الماتش اللي جاي تقريبا يوم الاثنين او الثلاث اللي جايين كمان في الدوري مع هيرتا برلين، هم الاول على في الجدول، يعني هم في الاول في جدول الترتيب. فرقه بايرن ميونخ فرقه كويسه جدا، عندها طبعا زي ما حضرتك عارف كابتن اسلام ان هم عندهم لعيبه على مستوى عالي، عندهم نويا، عندهم ليفاندوفسكي الهداف واحسن لاعب في العالم، عندهم ميرنر، عندهم كيميتش، عندهم بصراحه مجموعه لعيبه على مستوى عالي، كان في بيلعبوا في بايرن ميونخ او في منتخب المانيا. ايوه كابتن محمد، خلينا بقى نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي شايف مشاركته السته في مونديال الانديه ازاي؟ والله النادي الاهلي طبعا يعني نادي القرن الافريقي بالنسبه لي السادسه في تاريخه، معناها ان هو عنده خبرات مع اختلاف طبعا الاجيال، يعني عنده خبرات مع اختلاف الاجيال، يعني النادي الاهلي مش اول مره يروح، بالنسبه له مش جديده، بالنسبه للنادي الاهلي كنادي ككيان مش جديد، بالنسبه لجماهير النادي الاهلي البطوله مش جديده علينا، فانا شايف ان شاء الله رب العالمين هنقدر نعمل بطوله كويسه جدا، مع ان احنا نلاعب طبعا فرقه الدحيل، فرقه كويسه جدا على مستوى عالي، عندها لعيبه على مستوى عالي، انما انا طبعا شايف ان جماهير النادي الاهلي هتبقى فيه مسانده قويه جدا للفرقه، وبدات تقريبا اول امبارح تقريبا كمان في المطار هناك في استقبال الفرقه في مطار قطر، استقبلوا الفرقه باستقبال يعني اكثر من رائع بصراحه، وطبعا استقبال الكابتن محمود الخطيب او اسطوره الكره المصريه الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي، فانا شايف ان دي هتفرق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي في البطوله، خصوصا ان اللي انا اعرفه ان تقريبا 30% من سعه كل استاد مظبوط 30%، واحنا طبعا ما شاء الله يعني جماهير النادي مش في مصر بس، لا في كل حته في الدول العربيه، ممكن اكاد اجزم ان في كل حته في العالم. طيب كابتن محمد، حضرتك لعبت في أولسن الكوري الجنوبي، ويمكن اول بطوله دوري حضرتك خدتها مع يعني الفريق ده، لما خد اول بطوله دوري حضرتك كنت متواجد معاهم واحتفلتوا، وتالت اسيا ابطال الكؤوس، قول لنا برضو اهم مميزات الكره الكوريه الجنوبيه. والله انا طبعا يعني انا هكلمك دلوقتي عن الكوريان ليج او الكره الكوريه بصفه عامه دلوقتي، ان محدش يعرف كتير عن الكره الكوريه، انما الكره الكوريه هي في اخر 10 معلش قبل ما تكمل كلامك يا كابتن، حاطين لحضرتك صوره على الهوا كده، لو شايفها ما انت نفسك هتتفاجئ بيها يعني. لا للاسف مش شايف انا. عندي لما تشوف الحلقه بقى هتتفاجئ بالصوره دي، احتفالاتك بقى فريق أولسن الكوري الجنوبي وفوزكم بالدوري. طب جبتوا الصور دي منين؟ انا بدور عليها يعني. ما احنا بنتصرف برضو يا كابتن يعني، هنبعتها لك. ما شاء الله عليك. لا كابتن النادي الاهلي ما شاء الله عليك، يعني حاجه تشرف بصراحه يعني. ربنا يخليك يا كابتن، اتفضل. بجد حاجه تشرف. فطبعا النادي نادي أولسن او الكوره اللي نتكلم على الكوريان ليج في البدايه، ان هو دلوقتي اخر 10 سنوات هو الافضل اسيويا. ايوه. هو الافضل اسيويا، يعني سبق الدوري الياباني، سابق الدوري السعودي كمان، فمحدش يعرف عن الكره طبعا الكره الكوريه كتير، انما طبعا الكره الكوريه بتتميز بالقوه والسرعه والناحيه الخططيه العاليه، انا بشبهها حتى ما لعبت هناك شبهتها بالكره الالمانيه فعلا. أيوة. يعني يمكن ما بيعتمدوش على المهاره الفرديه كتير، بيلعبوا الجماعيه، عندهم لياقه بدنيه عاليه، عندهم التزام تكتيكي وخططي طبعا، فده ممكن يفرق معاهم جدا في البطوله. انما تتوقع تاهلهم يا كابتن محمد؟ لا انا شايف ان في مميزات، يعني في ايجابيات وفي سلبيات بالنسبه لفرقه أولسن. طبعا انا سعيد جدا يعني ان طبعا أولسن كمان متواجد في بطوله او في مونديال العالم يعني الانديه،
إلا أن يعتبر برضو أكيد جزء من تاريخي أنا شخصية، والحمد لله بفضل الله عليا كان أول لقب يحرزه أو يفوز به نادي أولسان. كنت الحمد لله متواجد مع الفرقة، وأكيد طبعا ما كنتش لوحدي، أكيد الفرقة كلها طبعا قامت بالمجهود، كان جهاز فني وإداري وإدارة كلها. وعلى فكرة هم خدوا بطولتين بس منهم تقريبا سنة 96 و2005. وأولسان طبعا السبونسر بتاعها اللي هي هونداي، أكبر شركة أو في كوريا، ومن أكبر خمس شركات موجودة على ما أعتقد يعني في العالم. طبعا إيجابيات أولسان إنه طبعا فائز ببطولة دوري الأبطال، ولعب آخر وفاز فيها المباراة النهائية ضد الفريق الإيراني، كسبه في قطر برضو. فدي ممكن تديله برضو من ناحية انتعاش معنوي كده، يعني أيوه. في تفاؤل إنه راجع قطر تاني وممكن يكسب. إنما السلبيات اللي احنا نتكلم عليها، إن مع إن طبعا في ان الدوري الكوري قوي جدا، وزي ما قلت لحضرتك ان هو من احسن او افضل الدوريات الاسيويه، الا انه في غياب دلوقتي لانه بيبدا في شهر 3 وبيخلص في نهايه 11. وأولسان اخر مباراه لعبها اللي هي النهائي كان تقريبا 13 12 حاجه زي كده، يعني غايبين عن لياقه المباريات بقالهم حوالي 6 اسابيع. أنا أعتقد إن هم في الفترة دي عملوا مباريات، طبعاً فترة إعداد محلية فقط، كانت في مباريات ودية محلية فقط، فدي ممكن ما تساعدهمش كتير، بغض يعني مع بعكس دايماً لما يكون ظروف غير ظروف كورونا طبعاً، إحنا بنتكلم عن إن إحنا حالياً في ظروف كورونا، غير كده كنا عملنا معاهم فترة إعداد حوالي شهر كامل، كنا خارج كوريا. قعدنا منهم 3 اسابيع في اوروبا، يعني كنت في بلجيكا احنا بلجيكا والمانيا، ولعبنا في فرنسا بلجيكا المانيا، ولعبنا في جنوب افريقيا كمان. الحاجات دي كلها كانت مباريات وديه، لان الفتره اللي انا كنت فيهم موجود معاهم كانوا ساعتها بيعملوا اعلان لكاس العالم كوريا 2002 اللي هي تقاسموها فيها 2002 كوريا واليابان. فانا شايف ان الاعداد ممكن ما يكونش يعني ايجابي بالنسبه لهم، يعني هيكون سلبي، مش هيوفروا المرحله في المباريات. انما في حته ثانيه ممكن نتكلم فيها، وهي التعطش للمباريات. يعني احنا برضو لو سنه 92 كان في بطوله اوروبا، كان في الدنمارك ويوغوسلافيا، يوغوسلافيا تاهلت، انما حصل ظروف حرب في يوغوسلافيا، فترشحت الدنمارك، كان حتى واخدين لعيبتها كانت واخده اجازه كلها، وكانوا كلهم ورجعوا وصلوا النهائي اعتقد، ورجعوا وخدوا البطوله، خدوا البطولة كمان. ايوه صح، خدوا البطوله صح. ده كان في تعطش. فهي كل الكوره، طيب الكوره دايما فيها يعني ليها ظروف معينه، وانا دايما يعني الكوره دي ما تعرفش تملكها ازاي، يعني صعبه بس احنا طبعا بنحاول ناخد بالاسباب. كابتن عظيمة، أخيرا كمحاضر في الاتحاد الألماني، طبعا أبرز الحاجات اللي بتتقال على عن مشاركة بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية، وأيضا هل في كلام بيتقال عن النادي الأهلي وعن مشاركة النادي الأهلي؟ والله هم عملوا كذا تقرير بالنسبة للبطولة على أفواج عام، وطبعا الألمان ما بيسيبوش أي حاجة كده بتمشي، يعني فهو دلوقتي عمل تقرير على النادي الاتحاد، وعمل تقرير على النادي الاهلي بصوره كويسه جدا، وطبعا كان في تقرير مفصل جدا برضو امبارح على مباراه بالميراس وسانتوس. يعني الناس ما بيسيبوش حاجه، بيتكلموا في كل حاجه، لا يعني هو دلوقتي عارف ان هو دلوقتي وصل قبل نهائي، يا اما هيلاعب يا الاتحاد يا اما النادي الاهلي، واحنا طبعا بنتمنى ان النادي الاهلي. انا شايف ان هو هيبقى عنده مشكله كبيره جدا لو التقى مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي على مستوى الخبرات ومستوى الطريقه والعرب بصفه عامه بيعرفوا يتعاملوا كويس مع الالمان. خلي بال حضرتك، احنا لعبنا قبل كده مع بايرن ميونخ واتغلبنا 2-1، لكن في الدقائق الاخيره، يعني في الدقائق بس الجمعه قبل كده، يعني كان جو قبل كده تقريبا في الثمانينات، كنت انا صغير ساعتها، كسبنا تقريبا 2-0 في السبعينات بقى، يعني كسبناهم يعني، لا الكلام ده كان في الالفينات قريب يعني، لكن انا بتكلم في السبعينات كسبناهم، في الثمانينات بقى حضرتك بتقول لنا لا وهو حتى كمان احنا كعرب شمال افريقيا، عرب شمال افريقيا بيعرف يتعامل كويس جدا مع الكره الالمانيه. يعني تقريبا الجزائر لعبتها سنه
تقريبا 78 او 82 حاجه زي كده تقريبا الجزائر كسبت 2-1 تقريبا الاخضر بلومي حاجه. هم دايما ما عرفوش يتعاملوا مع الكره العربيه اللي هي الافريقيه شمال افريقيا بس كان احنا موجودين طبعا مصر وتونس والجزائر والمغرب والدول دي. فانا شايف ان شاء الله مش عايزين نفكر دلوقتي في بايرن ميونخ، احنا عايزين نفكر الاول ان احنا مباراه الدحيل مباراه كويسه جدا كويسه جدا جدا جدا، عندهم مدربهم صابر لاموش على مستوى عالي بيلعب بطريقه 4-4-2 مدرب كويس يعني مدرب كويس عنده لعيبه كويسه برازيلي دودو وعنده كمان بن عطيه اللي هو كان مهدي بن عطيه مهدي لعب في يوفنتوس لعب في مارسيليا واخر حاجه طبعا لعب في بايرن ميونخ لعيب على مستوى عالي طبعا. انما انا شايف ان احنا ممكن يعني بفضل الله وطبعا نقدر وفضل الجماهير اللي موجوده هناك هنقدر نتغلب عليهم مع ان انا شايف ان هو المباراه صعبه. طيب اخيرا كابتن عظيمه توقعاتك ايه بقى لمستوى البطوله بشكل عام كمدير فني كبير يعني؟ البطوله من الناحيه الفنيه يعني ولا تنظيميه ولا ايه؟ لا من الناحيه الفنيه حضرتك عارف تقريبا معظم الفرق يعني اولسان حضرتك عارفه بايرن ميونخ عارفه الاهلي عارفه بقيه الفرق المتبلبلات طبعا كلنا عارفينه. هو طبعا يعني انت عارف ان الكره الامريكيه من اول المكسيك كده لغايه الارجنتين تحت يعني ليهم فلسفه معينه ايوه اللي هم بيلعبوا اللي هي فيها عنف شويه من الناحيه الدفاعيه زائد الضغط في كل مكان. اللي بيساعد الكره البرازيليه في ان هم عندهم العمق وعندهم القوه زائد ان هي المهاره بتاعتهم بداوا يعني المهاره بتاعتهم بتفرق عن الدول الثانيه زي المكسيك يعني المكسيك برضه فرقه كويسه ومحترمه وكل حاجه انما ما بتعرفش تتعامل كويس جدا مع البرازيليين انما البرازيليين بيعرفوا يتعاملوا كويس جدا ليهم فلسفه خاصه. الكره الكوريه ليها فلسفه خاصه، الكره العربيه بتاعتنا او النادي الاهلي ليه فلسفته الخاصه. طبعا المدرسه الالمانيه اكيد احنا كلنا طبعا عارفينها اللي هي الاسلام والتكتيك العالي والحاجات دي كلها. فانا شايف ان البطوله ان شاء الله رب العالمين يعني اللي هيساهم في نجاحها هو وجود الجمهور المصري لان احنا انت حضرتك عارف طبعا ان الجمهور الاهلي جمهور الاهلي طبعا يعني واكيد او جمهور الاهلي يعني عندك حق طبعا لان انا في اعرف كتير جدا لما اشتغلت في الدول العربيه اعرف ناس من يعني غير مصريين كانوا فعلا برافو عليك يعني بيشجعوا الاهلي يعني فاحنا بنتكلم على جمهور النادي الاهلي يعني. تمام. انا شايف ان البطوله هتبقى حاجه كويسه جدا وان شاء الله تساعدنا فيها. وانا طبعا كنت سعيد جدا ان انا لما قريت طبعا اخر تصريح لموسيماني لما قال البطوله صعبه انما احنا ممكن نفوز بيها فطبعا عمل بريق امل كده ان احنا ليه لا نخش بالبطوله بس طبعا ناخد ستيب باي ستيب او خطوه بخطوه نبدا الاول ان شاء الله نركز في المباراه اللي جايه اللي هي مباراه الدحيل وبعد كده نشوف الخطوه اللي بعدها ان شاء الله رب العالمين. بالمناسبه واحنا بنلعب بايرن ميونخ في 77 اللي كسبنا الاهلي كسب بايرن 2-1 كابتن شريف عبد المنعم جاب الهدف الاول وكابتن خطيب جاب الهدف الثاني يعني احنا برضو بعد ما حضرتك هيكون معانا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم فصدفه حلوه يعني طبعا طبعا يعني سلامنا ليه طبعا تحياتنا ليه وتحياتنا طبعا لجيل السبعينات اللي هو يعني برضو يعتبر جيل الذهب للنادي الاهلي يعني برضو كل يعني اجيال النادي الاهلي اجيال ذهبيه واجيال جميله وكل جيل ليه رونقه فعلا فعلا برافو عليك يعني. وانا كنت انا كنت عايز برضو اقوله ان مش جيل مش جيلكم يعني اسلام ابو تريكه وانت وعماد متعب دول طبعا جيل بقى بيقدروا النادي الاهلي كتير. لا لا طبعا 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 جيل السبعينات وقبل كده جيل الستينات والخمسينات من اول لما نشا النادي الاهلي كل واحد في الاجيال دي كلها اكيد يعني بنى طوبه في النادي الاهلي او بنى حجر اساسي اجيال بتسلم بعض يا كابتن عظيمه دايما من 1907 وحتى الان ما شاء الله عليك طبعا ان شاء الله رب العالمين ودايما كده ونفضل دايما نادي القرن ولغايه دلوقتي احنا لغايه دلوقتي احنا برضو في الالفيه اللي هي الالفيه الجديده أيوة. احنا برضو ما زلنا الحمد لله برضو نادي القرن. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شرفتنا ونورتنا واستمتعنا الحقيقه بوجودك ولقائك بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن على وجودك معانا. انا متشكر جدا طبعا وبشكر فريق العمل شكرا شكرا جزيلا الكابتن محمد عبد العظيم عظيمه نجم النادي الاهلي السابق. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول على قد ما نقدر ان احنا دايما نكون حاطين حضراتكم على الخط معانا كده دايما تبقوا موجودين معانا.
طيب عندنا ايه الفقره اللي جايه؟ الفقره اللي جايه عندي فقره مهمه جدا مع ترافولتا الكره المصريه، واحد من اهم نجوم النادي الاهلي. كابتن شريف عبد المنعم مش مجرد لاعب في النادي الاهلي الحقيقه، كابتن شريف عبد المنعم حب كبير ما بينه وما بين النادي الاهلي وما بين جمهور النادي الاهلي. هتكلم معاه في ايه؟ هتكلم معاه في كل حاجه اللي حضراتكم عايزينه، كله هتكلم معاه في مع هذا النجم الكبير اللي هيكون معايا في الفقره القادمه. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير وترافولتا الكره المصريه، وواحد من الناس اللي دايما زي ما قلت لكم كده انا بعتبره فيلسوف الحقيقه في كره القدم، دايما بيخترع حاجات كده بنتكلم فيها. ازيك يا نجم؟ ازيك يا نجم، مبروك ومنور الدنيا ومكانك وحاجه جميله جدا الحقيقه، كلنا فخورين بيها الحقيقه. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. اخبار الدنيا ايه؟ زي الفل، مبسوطين. مبسوطين في عيد، احنا في عيد الحقيقه. ايه السبب؟ السبب ان احنا خدنا بطوله افريقيا خدناها عن استحقاق الحمد لله، ومن اجمل البطولات اللي احنا خدناها في حياتنا، فاحنا مبسوطين بيها قوي. وادي رد الفعل، احنا في كاس عالم للانديه حفل جميل جدا بيتعمل من سنه 2000، يمكن وقف 2001 و2004 شويه، انما سبق عظيم جدا، اي حد بيبقى موجود فيه بيصدر لنفسه بطولات، بيصدر لنفسه تاريخ، بيبقى لعيبه دايما عندها ميموري، عندها ذكريات، عندها وجود عالميه كمان في نفس الوقت، ودي اللي بتواكب النادي الاهلي في الشكل اللي هو فيه كل حاجه. أيوة. انه نادي القرن، نادي تسع في افريقيا، وان شاء الله يفضل في الاستمراريه دي بعد ما كانت غابت عننا بسبب اسباب كتير، فعل دائما احنا بنتعرض له الحقيقه. الحمد لله ان احنا هنروح نلعب، الحمد لله هنروح نلعب، وفي بار فير بلاي، يعني انا سعيد ان انا هتفرج ان شاء الله باذن الله هتفرج على الفار الحقيقي اللي انا بشوفه. انت عندك مشكله مع الفار؟ عندي مشكله مع الفار ومع تحقيق العداله، عندي مشكله مع الناس اللي هي بدل ما تبقى كلنا واحده واحده زي بطوله العالم للانديه. ايوه بتاعت كرة اليد كده، كأس العالم اللي احنا نظمناه، الحاجة العظيمة اللي احنا بنعملها، حاجة عظيمة الحقيقة. ألف مبروك للدولة المصرية، حاجة جميلة جدا جدا يعني جدا. الدولة المصرية قامت بأداء رائع جدا وتنظيم رائع جدا، 32 دولة مشاركة في كأس العالم لكرة اليد لأول مرة. أعتقد إن ده شيء يدل على قوة هذا البلد وعلى قدرة هذا البلد على تنظيم أي محفل دولي كبير بهذا الشكل الرائع الحقيقة. كل الوفود طالعة، لو تشوف انا دايما بحب اتابع، مش بتابع في مصر طبعا الصحف يا كابتن، بس ايضا بتابع الصحف بره مصر، الناس بتقول ايه على مصر. واحد بيبقى سعيد جدا لما بيقول لك لما الدنماركيين بيتكلموا على ان هناك تنظيم رائع في كره العالم، في كاس العالم لكره اليد، السويديين، كل الناس اللي احنا بنعتبرهم عالم اخر غير اللي احنا عايشينه مبسوطين جدا. عندهم جميع الامكانيات وجميع الوسائل اللي هي متاحه ليهم، لان عددهم اقل بكتير، وعندهم الاجواء، وعندهم زي ما بقول لك الادوات والاحترافيه وكل حاجه. معدن اللاعب المصري في اي لعبه الحقيقه، حاجه فخر لينا كلنا. ايوه، وده من المنطلق ده اللي انا كنت بتكلم معاك قبل ما نخش. أيوه. هروح على النادي الاهلي، زي ده هو منطلق النادي الاهلي. ايوه، هو دي مؤسسه النادي الاهلي الحقيقه، انها دائما وابدا بتشتغل على النجاح، بتشتغل على الوصول دايما لاكبر حاجه تليق باسم هذا النادي الكبير، والواحد بيتشرف الحقيقه، انا وانت وكل الدنيا اللي طبعًا كنا لعبنا او قاعدين دلوقتي بنتكلم عن الصرح العظيم ده، او اي لاعب لعب الحقيقه في النادي الاهلي. اما بمسك الريزلتس والحاجات اللي انا شايفها قدامي دي كلها، ابص عليك اسمك موجود، واسم وائل جمعه، واسم ابو تريكه، ووليد سليمان، ولعيبه كتيره قوي سطرت مكان ليهم، واحساس فلافيو يعني عشان ما انساش، شريف عبد المنعم وعلاء ميهوب، ما لحقتش ابطال كاس، ما لحقناش احنا دايما انت احنا كلينا السبق في اول بطوله افريقيا زي ما كابتن عظيم، كابتن محمد عبد العظيم بالمناسبه يبعت لك السلام، ويعني بيقول لك لعيب عظيم فعلا، وبدي له كل التوفيق في المانيا. حاجه جميله جدا، انا واحد من ولادنا يعني. طبعا يشرفنا في اي حته. فكنا لسه بنتكلم على مباراه بايرن ميونخ 77، 77 عليك جيت الجون الاول، وكابتن خطيب جاب الجون الثاني، يعني ده بالحظ كده، لان احنا النهارده اليوم بص على الشاشه كده وقول لي ايه رايك، يعني ما مسكت يعني عندنا الاعداد ما سكتش،
على طول اي شاشه عندنا شاشات كتير. انا اكني قاعد الشاشه اللي انت عايزها اكني قاعد في الدنمارك اكني طبعا طبعا مش عايز اقول لا الشاشه اللي انت عايزها موجوده اهو ما شاء الله. ايه رايك في التتر الاهلي يقدم عرضا جميلا احرز شريف عبد المنعم الهدف في الدقيقه 40. عايز اقول لك ان انا كنت لسه راجع من اصابه في رجلي جامده يعني. لا والله وكان ده اول ماتش بالنسبه لي وعديت من بص في ثانيه جابوا لك التعب حاجه. لا ما احنا ده تاريخ تاريخ ده تاريخ. ولو تتفرج على اللعيبه بقى اللي هي لعبت كابتن ثابت البطل الله يرحمه كابتن عبائي مار امام مصطفى يونس كابتن فتحي مبروك محسن صالح شطه طاهر الشيخ مصطفى عبده كابتن خطيب شريف عبد المنعم ده غير الناس اللي كانت موجوده معانا في نفس الوقت. انك انت تخش على سيب ماير وبتلعب ضد جيرد مولر وكانوا لسه واخدين قبلها كاس اوروبا بتحرز اول هدف في وسط الناس دي كلها وكنت لسه صغير يعني ما كنتش كان عندي بتاع 19 سنه ساعتها حاجه زي كده فكانت ميموري. عشان كده انا بتمنى اسلام ان احنا نكسب الماتش الاولاني هناك. اعتقد ان هتبقى الميديا كلها بتتكلم على المباراه دي ان شاء الله. خلي بالك احنا بالصدفه النهارده يعني اليوم النهارده كان مخصص لبايرن ميونخ لانه احنا كل يوم زي ما حضرتك جون اهو ده كابتن محسن صالح اللي دخل يجيبها من جوه رئيس لجنه التخطيط في النادي الاهلي وده كابتن بتاع ده جون كابتن خطيب كابتن مصطفى عبده اهو اعتقد ان هتروح ناحيه الشمال هنجيب لك جونك مختار متهيألي هيلعب الكوره دي وكابتن خطيب هيحطها هيخطفها بدماغه جوه جون. كابتن خطيب بدماغه برضه قليل خلي بالك ما يعني بيجيبش جوان كتير بدماغه بص يعني. مختار دخل اهو بص ايه يا جماعه حرمونا ده كلام, ده كلام يا جماعه برضه ففي ذكريات زي ما انت شايف كده ما تحصلش الا في النادي الاهلي يعني ده مع النادي الاهلي مع الفرق الكبيره مع الفرق العالميه وده مكانه النادي الاهلي فالواحد فخور ان هو قاعد بيتكلم النهارده في كاس عالم للانديه كاس عالم للقارات برضو منتخب مصر مع مالي 2006 2008 2010 كان قوامه انت وديتنا في حته ثانيه كان قوامه النادي الاهلي برضو صح فاكر انت صح طبعا البطولات دي كلها الكبيره 2006 انت لما كنت في كاس العالم للانديه برضو كان النادي الاهلي هو النادي الاهلي الثالث البرونزيه وكان ممكن يبقى الثاني وكان ممكن يحصل على الامكانيات اللاعب المصري او خلينا نتكلم عن الاهلي كمان بسميه اللاعب الوطني دلوقتي فهذه المهمه الحقيقه طبعا لاعب وطني لانه ده الجون ده يا كابتن ده الجون عديت من حوالي 3 وعملتها ببطن رجلي جوه الجون عديت من حوالي 3 يا سلام على التواضع يعني. يا سلام كان فيها صحه يا وجميل الجمهور ده كله اللي كان موجود بص كمان الجمهور عامل ازاي حاجه جميله جدا وكان مين المدير الفني يا كابتن في الاهلي؟ كان مستر هيديكوتي هيديكوتي كابتن فؤاد شعبان المدير الفني كان وكابتن عزت ابو الروس اعظم من اعظم الاجيال طبعا يعني كل اجيال النادي الاهلي منذ 1907 وحتى الان اجيال بتسلم اجيال شفت كابتن خطيب حطها بدماغه بص دي لو جابوها من ورا شويه بتاعتي انا دي هتبان لك قد ايه الاصرار وقد ايه ان احنا كنت بقى لسه راجع من اصابه وعايز اثبت ان انا عايز ارجع التيم تاني واخش جوه كان مستر كوتي عنده ثقه فيا كبيره يعني فالحمد لله برضو كنت من اللعيبه المحظوظه يعني مش اداء وكل حاجه وبدي الفرقه كل ما املكه من امكانيات من مهارات من بساعد كتير قوي في الدفاع في الديفندر بساعد مع الباك بتاعي بساعد مع الوينج بتاعي فكان ده اللي يخليني اقدر العب وده اللي انا بطلبه في المرحله دي كمان التفاني التفاني في المباريات اللي جايه دي ان انا مش بلعب على مكاني بس لا انا بلعب زي علي معلول كده تلاقيه بيلعب في حته وفجاه الاقيه انسايد ليفت وفجاه الاقيه جوه بيعمل كره بالعرض فجاه بيجيب جون لا سيبك من الجون لسه ما وصلتش ودايما بيلعب الكره اسلام لواحد وعنده الرؤيه وعنده الملكه وعنده المهاره وبعد كده تلاقيه جوه وعنده ضربات جزاء ضربات ثابته جوه زي ما انت قلت بيجيب اهداف واهداف جميله جدا وشكلها حلو قوي فده هو ده اللاعب المحترف اللي هو يعني ايه يليق بهذه البطوله اللي احنا موجودين شيل بقى كمان الناس اللي جنبه بدر بنون وايمن اشرف في الحاله الجميله اللي هم فيها بيكهام اللي هنشوفه باذن الله بيعوض مكان محمد هاني الاصابه اللي فيها شاب وصغير وهيبقى عليه دوشه كتير قوي من دودو ده بتاع الدحيل اللي هو البرازيلي عنده انت عندك مش هقول لك 50 50 في المباراه انما عندك انت ما هو عايز اسالك الاول قبل ما نتكلم في النقطه دي لان دي نقطه مهمه جدا يا كابتن الناس كلها بتيجي تتكلم تقول لك ايه يعني انا النهارده بشوف بعض الاقلام وبعض يعني من بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيتكلم يقول لك ايه هم عايزين يودونا للجنب داخل خد بالك اللي هو ايه اللي هو انتوا هتلعبوا بايرن ميونخ انتوا فاكركم ان انتوا تقدروا تكسبوا بايرن ميونخ بيخليك ايه ما تركزش في ماتش الدحيل
هو عايز يوديك على طول للايه وانت لسه يا جماعه ما احنا لو ما لعبناش الدحيل وكسبنا الدحيل مش هنلاعب بايرن ميونخ ولا ايه؟ احنا كفينا ان احنا هناك اه واللي بيتكلموا عنا دول يمكن ما اعرفش ايه عايزين ايه ده احنا بعد ما نلاقي شجع احنا في مهمه وطنيه يعني انا زعلان وحزين يعني على هذا الشكل لما يجي واحد اعلام لعيب كوره قبل كده ويبقى اعلامي او اي حد ويتكلم في المنطقه دي عيب يعني ما ينفعش صح العكس في اي فرقه هي هتبقى موجود احنا كلنا هنساند كلنا هنفتخر هتساند هنساند طبعا هنفتخر وهنتكلم ولما بيبقى اي حد كويس لان دي هو ده المصري هو هي دي الوطنيه المصريه لا ده هو ده الرياضي السليم والرياضي السليم برافو عليك يعني برافو عليك الرياضي السليم اللي ما بيتمناش حاجه وحشه للاخر صح العكس يقول انا مش يومي انا هو احسن مني يعني احنا لحد دلوقتي في الدوري لما كنت شايفك بتتكلم ان الاهلي فقد ست نقاط كويس دي كارثه كارثه طبعا انت فهمت قصدي بالنسبه لنا احنا كارثه طبعا بالنسبه لنا كارثه واحنا ورايحين كاس العالم وعاملين 3 بطولات وعندنا بطولتين تانيين لو هتلعبوا ان شاء الله يمكن لينا التفوق فيهم باذن الله فعندك من جميع الاشكال اللي انت بتشتغل عليها كمؤسسه يعني انت ما تبص عليا وتشوف انا بشتغل ازاي يعني انت ليه بتحدفني ليه بتحبط لعيبتي ليه بتحبط اخواتك ليه المصريين اللي رايحين يلعبوا هناك مش كفايه الاجواء اللي احنا عايشين فيها الكورونا واللعيبه دي بتشوفه والحاجات وجميع الدنيا رايحه عشان انت تقعد تتفرج بدل ما تقعد تتفرج وتقول عمرهم ما هيشرفونا ولا عمرهم لا تقول يا رب الفانيله الحمراء يمكن يبقى في يوم زي ده بقى قريب هناك لو كابتن الخطيب رد عليهم هو مجلس الاداره وراح ملبس اللعيبه بتاعتنا على مصر الاسود في الابيض في الاحمر صح يعني ابلغ رد مؤسسه ناس بتشتغل آه. بدون الحياز لمصالح شخصيه طبعا احنا عشان كده الناس دايما بتحترمنا والناس دايما بتقدرنا والناس دايما بتكرمنا صح كلاب جلوبال كلاب لما بتاخدك انت من احسن فرق في دبي مزبوط. والدنيا دي مش من فراغ انت ليه بتبحث دايما على الاندر جراوند يعني ليه بتبقى تحت الارض ليه بتعمل اللغه اللي هي دايما لا تناسب دايما كل واحد بيفكر بتفكيره خلي بالك يعني انت دايما النادي الاهلي بيعلو لانه اهم حاجه النادي الاهلي بيعملها ايه مصلحه بلده اولا وبعد كده مصلحه النادي مظبوط النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بيعمل ايه مصلحه بلده ثم مصلحته وبعد كده يشوف الدنيا فيها ايه ما بيفكرش في حاجه ثالثه ما بيفكرش اصل فلان بيعمل كذا فانا احاول اجري واعمل زيه ما بيفكرش اصله كذا بيبني كذا فانا اعمل زيه لا احنا عندنا مجلس اداره بيعمل ايه بيشوف اعضاء جمعيته العموميه عايزه ايه عايزه بسين نعمل لهم بسين عايزه سهل عليهم كل حاجه بتسهلها عليهم فبالتالي انت ما بتفكرش او ما بتبصش لحد انت بتبص لنفسك ولجمعيتك العموميه ولجمهورك اللي ب 70 80 مليون يعني انت خدتني حته الدوله كمان يعني طبعا برافو عليك يعني طبعا شايف الدوله بتعمل ايه طبعا استاذ رئيس فتحي السيسي بيعمل ايه طبعا الجيش بيعمل ايه الدنيا كلها ماشيه على قدم وساق واحد صح. ان هو فتح البلد لجميع الناس تخش الاستثمارات يبقوا جايين شايفين الدنيا سهوله ازاي مع مواكبه اعظم ما عندك قناه السويس دي اللي الدنيا كلها بتحسدنا عليها والاماكن مكانك الطبيعي اللي هو بالنسبه للعالم كلها الحكومه كلها هقول لك على حاجه حتى بالشكل الجديد من الناس اللي كلها داخله في بروتوكول دلوقتي وفي دستور دلوقتي جديد لمصر مصر اولا مصر اللي هي هتبقى لاولادنا مصر اللي هي لازم تبقى في المكانه دي مظبوط هو ده المبدا مظبوط هاخد من كلامك وهروح للرياضه زي ما انت قلت النادي الاهلي بيشتغل من زمان خالص بنفس هذا الشكل بنفس هذا المفهوم الحقيقه فشئنا او لم نشئ النادي الاهلي هو النادي الاهلي هيفضل طول عمره بهذا الشكل العظيم اللي احنا عاملينه كمان مجلس اداره بالنسر اللي بيرفرف وبالنسر اللي موجود بالشكل القوي جدا اللي الناس بتحبه بينا بنفتخر والله يا اسلام انا وانت لما بروح وانا داخل من بوابه النادي بقى بشوف حاجه جميله ايوه طبعا بشوف حاجه عظيمه طبعا بقول انا مبسوط وانا داخل جوه مبسوط انا بنتمي لهذا الكيان اذا كنت لاعب او اذا كنت مشاهد او اذا كنت محلل او اذا كنت اي حاجه فانا ببقى فرحان الحقيقه وفرحان جدا ان احنا هناك في تصدق انا يعني انا دايما وحضرتك عارف يعني لان انت طبعا من مريدين هذا الموضوع احنا كل يوم حد وثلاث وخميس بنروح النادي نلعب طبعا فانا اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول ما بروحش يعني عشان الوقت قريب الساعه 8 وبتيجي تحضر من بدري وبتاع
عارف حاسس ان انا ناقصني حاجه واحنا عايز اروح واحنا عايزين انت سايب فراغ انا هندور عليك في الفرقه حاسس ان انا ناقصني حاجه عايز اروح عايز اقعد في النادي طبعا. عايز اشوف الكابتن شريف عايز اشوف الكابتن زكريا عايز اشوف هي دي الاجواء العائليه اللي نفس. احنا دايما الاكسجين اللي احنا كل الناس حبايبنا اللي بيقعدوا معانا عايزين نروح نقعد عايزين نروح نقعد في النادي عايزين نشوف النادي ده ما احنا بنقعد من الصبح من الساعه كام بنبقى هناك الساعه 11 12 بنمشي الساعه كام 11 12 بالليل او 11 يعني اللي فينا اللي فينا ساكن بعيد شويه كابتن شريف بيخلع بدري يعني كابتن شريف على 9 10 كده يقول لك انا هقوم الدكتوره بلاش فكابتن شريف لكن احنا بنفضل قاعدين مش انا لوحدي ولا حضرتك ولا احنا بنشوف كل الاجيال كل واحد ليه مجموعه كده بنقعد معاهم بتسلم على بعض واحنا ماشيين في الـ في الـ في الـ في الجنينه جوه في الجمعيه العموميه في النادي في اهل الجزيره او اهل مدينه نصر او اهل الشيخ زايد كلها حاجات جميله هو ده النادي الاهلي هو ده الكيان اللي احنا بنبقى جواه والله يا اسلام انت بتلمس هذا الشيء والاعضاء كلهم دلوقتي في تنافس شديد جدا للوصول ان هم حتى قناه الاهلي الحقيقه مش سايبه عضو ما بتاخدش رايه في اي حاجه صح. بخش الاقي الكاميرا موجوده على طول من الصبح الساعه 7 الصبح لجميع الامكانيات اللي متسهله لحتى ذات القدرات الخاصه الناس السباحه الدنيا كلها بقى كل واحد عارف ما ليه وما عليه صح. كل واحد بينافس انه يبقى بؤره الضوء صح لان ده هو ده المكان الطبيعي للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي واحنا ايه اللي بيخلينا نقول الكلام ده احنا بنقول الكلام ده لانه احنا دلوقتي في حاله سعاده ونشوه بان احنا بنلعب في كاس العالم للانديه وبالتالي احنا بنبص على ايه الكيان ده هو اللي وصلنا لكده وصلنا ان احنا نلعب في كاس العالم للانديه فبنتكلم عن الكيان ده جوه احنا قعدتنا عامله مش انا حضراتكم وكل الاعضاء اللي موجودين وكل جماهير النادي الاهلي اللي موجوده قعدتها وبشوف وانا داخل النادي ناس واقفه تحت البوابات بتتصور تحت النسر تحت اسم النادي الاهلي وعلى فكره الكلام اللي انا بقوله ده مش كلام هوا وخلاص او اي كلام الناس تعدي كده من عند النادي الاهلي وتشوف كميه الناس اللي واقفه تتصور هناك اسم النادي الاهلي ونسر النادي الاهلي هو اللي بيخلينا نتكلم بهذه الحماسه وبهذا الحب وبهذه التلقائيه في نفس الوقت حاجة جميلة جدا وانت الحقيقة حطيت ايدك على ابسط حاجة في النجاح يعني أيوة. ان الناس تتشرف بالمكان وهو موجود كده حتى لو مش قادر اخش بس اهو ببقى واقف بره وبحس ان ده بتاعي برضو ده ملكي مظبوط يعني مش ملك الاعضاء بس ده هو ملك الجماهير كلها ودي حقيقة عشان كده الجماهير يعني بتحارب دايما انها تبقى موجودة يعني بتحاول تعمل اي حاجة دخلات اي حاجة انت عارف الجماهير لما بتبقى موجوده بتدي كمان قوه غير عاديه شفت الاستقبال في 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 هناك في في, في ارض المونديال الدنيا عامله ازاي شفت الاستقبال عامل ازاي بس ده محمود الخطيب كمان يعني طبعا لا كابتن محمود طبعا حاجه اتشرف بس هو عمل ايه هات لي اللقطه تاني لو سمحت يا برجاوي عمل ايه بكل وبعد ما سقف انا حاسس ان هو جسمه مقشعر من جوه وبعد يعني ما سقف عمل ايه مشاور لهم على الفرقه اهي الفرقه بتاعتكم اهي اسم النادي الاهلي انا جاي مع دول يعني دول ولادي اللي هيشرفوكوا باذن الله كابتن خطيب متشرفين ان احنا جايين لكم يعني اسطوره كبيره جدا وكل حاجه ولكن في الاخر اسم النادي الاهلي ولازم ياخد حقه يا اسلام لازم ياخد صراحة. حقه طبعا لا يعني طبعا احنا الحكايه مش حكايه ان هو رئيس مجلس اداره لا 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 خلي بالك كابتن لا ده هو الحقيقه ادينا بنتفرج مع بعض وبنشوف حاجه جميله جدا يعني كونه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي او مش رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لن ينقص من قدره كاسطوره كبيره جدا جدا في عالم كره القدم ومش انا اللي هقول كده بلاش انا عشان احنا قاعدين يقول لك ايه انتوا بتقولوا كده بتطبلوا ولا حاجه لكن هذه ليست الحقيقه الحقيقه ان هذا الرجل هو اسطوره كره القدم المصريه بعيدا عن اي شيء سواء بقى رئيس النادي الاهلي او اي شيء اخر يتشرف الكابتن محمود الخطيب بكونه رئيسا لنادي الاهلي زي ما هو عمل لو جبتوا لي اللقطه يا ريت تجيبوها لي تاني انا اللقطه دي مهمه ليه يا كابتن لانها للاجيال القادمه خد بال حضرتك للاجيال القادمه زي ما حضرتك قلت بيبو بيبو الناس عماله تقول بيبو وهاتوها لنا بالصوت يا شباب لو سمحت الناس بتقول بيبو بيبو وهو بيعمل ايه بيسقف لهم ورايح وواضح عليه التاثر احنا يعني انت تعرف الكابتن خطيب اكتر مني مليون مره طبعا فواضح عليه التاثر سقف وعمل ايه قال لهم النادي الاهلي اللعيبه اسم النادي الاهلي مش انا هو ما هو ده درس هو هقول لك على حاجه انا بقعد مع عائلات وبقعد طبعًا. مع عيلتي وبقعد في الدنيا كلها الكابتن خطيب لما بنشوفه على الشاشه الاقي الدنيا كلها تقول لي يعني احنا بنحب الراجل ده ايوه احنا بصوا له كده خدت بالك
لك الله اكبر اديله صحه يعني. الراجل ده جميل، حاسين كده بصفاء كده من ناحيه الراجل ده جميل قوي يعني، احنا بنحبه الحقيقه. أيوه. حتى الناس اللي هي هي كابتن معلش ما يعني معلش برضو لانها مهمه لو سمحت يا برجاوي خليها بالصوت لان الصوت مهم، الناس كانت بتقول ايه والكابتن خلاهم يقول ايه او يعملوا ايه يعني. الشكل ده كنا بنشوفه في مصر لما بنوبه يوقف. خلينا نسمع صوت الكابتن ثانيه كده ونرجع نعلق عليها لان مهمه جدا. هي لقطه بسيطه جدا، ممكن ناس تقول لك ايه اصل انتوا قاعدين. لا هو لو عمل كده، هو لو ما كانش رئيس النادي الاهلي كان عمل كده برضه، لان هو اتعلم جوه النادي الاهلي ودرس جوه جامعه النادي الاهلي، فهو ده الطريقه والاسلوب اللي دايما حلو بتاعتك. جامعه النادي رئيس طبعًا. جامعه النادي الاهلي يعني طبعا حقيقه فعلا انا بحس ان هو لا يقل شأنا عن اي كادر او اي كادر او اي حاجه في مصر حقيقه، هو يؤهل ان هو يبقى برضه في نفس اللي كان في جامعه النادي الاهلي او في اي حته ثانيه. حقيقه سفير طبعا، سفير لمصر كلها الحقيقه. لا وحاطط قدامه بهذا الشكل يعني، وحاطط قدامه ايه؟ اسم بلده اولا. اسم بلده اولا ثم النادي الاهلي. ما هو انت طالع مش بتمثل نفسك، انت طالع بتمثل مصر كلها. افريقيا كلها خد بالك، مش مصر كمان باقتناع ومش كلها. بيمثل لا ده بيمثل بلد، بيمثل يمثل بلد بشكل هو محسوب عليه في كل خطوه طبعا، في كل كلمه. اتفرج عليه وهو كان في الامارات شكله قاعد عامل ازاي، ونفس الاحتفالات ونفس الشكل وفي وسط العالم. هو يقول لك ايه يا كابتن بقى؟ هو يقول لك ايه يعني ما كنا قاعدين معاه، يقول لك هو انا اللي وصلني للقعده دي والناس تحبني مين اللي وصلني لكده؟ مين اللي وصل اسم النادي الاهلي؟ هيبقى يعني لو ما فيش النادي الاهلي ما فيش الخطيب، ما فيش شريف عبد المنعم، ما فيش فلان، ما فيش اعلاء ميهوب، ما فيش فلان، ما فيش علان، ما فيش كذا، ما فيش كذا. لكن هيبقى في اسلام وشريف بس في حته تانية مش بنفس الشكل ده، مش عند الشعبيه الكبيره قوي دي اللي هي بتعملنا، اللي هي انا من لحد دلوقتي ما بمشي في النادي او بمشي في الشارع او احنا وانت بنبقى قاعدين ويجي حد عايز يصور معانا بنبتسم يعني بنقول ايه الحمد لله يعني ده بيتنا. قلت مره حاجه جمله السنه اللي فاتت لما كنا موجودين، قلت لي حاجه البنك البنك الاهلي ده لا بنك النادي الاهلي، ما هو البنك الاهلي هو اسمه اسمه البنك الاهلي، كنا بنتكلم على اللعيبه اللي بتخش اللعيبه بتطلع. فبقول لك هو عمره ما قفل حساب حد بالظبط، اللاعب هو اللي بيقفل حسابه بنفسه او الى ان ربنا يفتكرنا كلنا يعني. فعمر الاهلي ما قال لحد لا بس في قواعد وفي اصول. انا شغال في الحته دي، ما تبديش بقى الدنيا تاخدني بس الدنيا دلوقتي بقت غير الاول يعني. طبعا غير ايامك، غير ايام انا، غير ففي حاجات مش هنحاسب الناس عليها لان هما اللي بيفقدوها. مثلا كابتن الخطيب اتسال قال له انت ايه رايك في الناس اللي مشيت؟ قال انا حزين عليهم يعني، انا زعلان لهم انما مش زعلان منهم. قال لك انا زعلان لهم، ادي ادينا بنتوج اهو في بطوله افريقيا، ادينا بنتوج في كاس العالم للانديه، فكان بيتمنى ان هما يكونوا موجودين في كيانهم وفي بيتهم يعني. انما هي الدنيا كده يعني، وما تعرفش بكره هيبقى فيه ايه يعني. هو دايما فتح النادي الاهلي حضنه لاولاده كلهم يعني، ممكن تلاقي كل الدنيا راجعه يعني. تقعد تتكلم مع فتحي، تتكلم مع اي حد يقول لك كابتن فتحي، كابتن فتحي مبروك. على فكره يا جماعه يعني، وطبعا ده الجمهور النادي الاهلي، احنا كل الكلام اللي بنقوله ده احنا حابين ننقل لحضراتكم قد ايه احنا فخورين باسم هذا النادي، قد ايه احنا فخورين بان فريقنا يومين وهيلعب بطوله في بطوله كاس العالم للانديه لسادس مره في تاريخه. ايه اللي بيوصلنا بقى من هنا ان احنا نلعب هذه البطوله، ان احنا نبقى بهذا الشكل، ان احنا نبقى بهذا المستوى؟ كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، وقبل كل ده طبعا مسانده الجمهور. يعني انا الحاجه الوحيده اللي كان نفسي فيها ان عوده الجماهير كانت تبقى موجوده سنه دي. جت الكورونا منعتنا كمان يعني، لو حتى امنيا احنا وشكلا وموضوعا كنا مخططين لكده، لان جت خلاص البلد فتحت مساحه كبيره قوي للناس انها تعيش طبيعي. بقينا كلنا خايفين على البلد، الدنيا كلها خايفه على قد المجهود اللي بتبذل وقد الدنيا ما يمشي في الطريق السليم والطريق الصحيح. فبقى مش ناقصنا غير الناس انها تروح الملاعب بقى. كوره من غير جماهير صعبه قوي يعني، هتبقى صعبه موضوع صعبه جدا. كورونا بقى، كورونا اجلت الدنيا دي كلها. احترام الرياضه واحترام الناس في بيوتها، وان احنا الناس دي بتعمل مجهود كبير قوي عشان انت تنبسط وتسعد بالكيان اللي انت بتنتمي ليه، هو ده اللي الدنيا كلها بتمشي فيه. بس احنا كنادي اهلي الحقيقه ممنوع نخرج عن
نشز عن خط السليم عن الدستور بتاعنا مبادئ والتطوير اللي احنا فيه ده والحاجات دي كلها، ان هما الكلمتين اللي احنا حفظناهم من يعني الرموز بتاعتنا. لا بس انت يا كابتن مزودها شويه. انا مش مزود حاجه، هما بيقولوا كده، بيقولوا بس انتوا مزودينها اصل شويه، اما تبقوا زينا يعني خليكوا عندنا يعني خليكوا عندنا يعني، فاهم ازاي؟ تعالوا عندنا. كابتن صالح سليم كان بيجيب كباتن النادي الاهلي الله يرحمهم كمان، وكباتن نادي الزمالك، ويروح لهم كابتن عبد سليم ويروح يبارك لهم. أيوة. لما بياخدوا بطوله يقول لك مين جاي معايا النهارده عشان يروح يبارك لنادي الزمالك مثلا، هو اللي بياخد البطوله. ايوه. انا علاقتي بحسن كابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر وكابتن خواجه وعلاقتي بمصر كلها كلاعيبه بينتموا لحبهم لنادي الاهلي. كابتن سطوحي النهارده بيكلمني من المنصوره يقول لي يا كابتن وحشتنا ومبروك الاهلي وباذن الله تكسبه. ف كابتن علي ابو جريشه قريبا، علي ابو جريشه كان معاك هنا من اسبوع. كان هنا في القناه، غير كده كمان كان في النادي، وفي النادي تواجد في النادي هو والكابتن الخطيب بيهتم بحال فرقه الاسماعيلي كلها، وبيتكلم على الكابتن علي ابو جريشه بيقول له انا تحت امرك في اي حاجه، وكلنا تحت امر الاسماعيلي في اي حاجه. هي دي الاخلاق اللي احنا بندور عليها، او هي ده المكان، هي دي الدروس اللي احنا بنحاول نوريها اللي اتعلمناها يعني. واللي اتعلمناها وبنحاول نطور للاجيال القادمه اسمعوا من نجم كبير زي كابتن شريف عبد المنعم بيبقى عايش ازاي، لانه مهم جدا. بنلعب في كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، ولكن ازاي وصلنا لكاس العالم؟ مش كره بس، خدوا بال حضراتكم، مش فنيات، مش موسيماني واللاعبين، لا، في تقاليد ومبادئ منذ 1907 النادي ده ماشي عليها بتخليك دايما ناجح. ليه لما تيجي تتكلم عن كاس العالم للانديه ما بتقولش غير النادي الاهلي لغايه دلوقتي 6 مرات؟ ليه؟ ما هو من الحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، من الاصول اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، من التربيه والمبادئ والاخلاق من 1907 وحتى الان. اتفرجت على مره مباراه كانت في التلج، التلج نازل علينا وكسبناها 2-1 كانت ضد اليابان متهيألي. ايوه. اللي هي كانت في كاس العالم الانديه ولا فين؟ كاس العالم الانديه. كسبناهم 2-1 وقلنا احنا المفروض نكسب اكتر والكلام من ده، ويوم ما اتغلبنا من انترناسيونال حاجه زي كده. الاداء بتاع النادي الاهلي كان اداء عظيم جدا هناك، لعيبه متحرره، لعيبه تملك من امكانيات انها تنافس اكبر فرق في العالم مع الفارق طبعا. احنا عشان تلعب لعيب مصري بس كان خلي بالك معانا برضو مانويل جوزيف في ظهرنا، اللعيبه كلها اللي موجوده قبل كل ده، كل اللعيبه اللي كانت موجوده متقيده باخلاق النادي الاهلي وبمبادئ النادي الاهلي. شفت انت قلت ايه؟ يعني مبادئ النادي الاهلي، اساسيات النادي الاهلي. لعيب جاي زي السيد حمدي و ده بعد كده بقى في 2008 وجده مثلا، خدت بالك هم بيخشوا جوه النادي الاهلي بقوا النادي الاهلي، صح؟ هيطلعوا من حياتهم من بره النادي الاهلي هيبقوا النادي الاهلي برضو، في اي حته هيخدموا الحته اللي هم رايحينها. مظبوط. فاتحين دراعاتنا كلها للناس كلها في الاعراض، في لعبتنا تلاقي الاهلي بيلعب الاهلي ساعات في بعض الفرق. ايوه. فتلاقي ما تجيش بقى تكلمني انا لما مين اللي بيجيب فيك الجون؟ هو اللاعب نفسه بالظبط، يعني هو لاعب النادي الاهلي. فاحنا الحمد لله يعني خدت بالك دايما ربنا بينصرنا برضو يا اسلام، واحنا مش يعني ما نبقاش في مستوى عالي جدا، او عندنا تغييرات في المدربين، عندنا اصابات كتيره، انك ربك بينصرك برضو انك انت ماشي صح. ما هتمشي مش صح اكيد هتبقى السماء عقابها جديد علينا، ولما بيحصل لنا تعادل ولا احد بنقول ربنا مجهز لنا حاجه احسن باذن الله قدام. ايوه. لان احنا اي نعم تربينا على المكسب، بس اتربينا على البطولات، اتربينا على الدرج الكبير بتاعنا. النهارده بالمناسبه موسيماني بيتكلم، امير الشام كان عملنا لقاء مهم جدا مع موسيماني ربع ساعه ثلث ساعه تقريبا، وهو بيتكلم قال لك انا بقالي 4 شهور ولا 5 شهور وانا ماشي في الشارع ناس تقول لي ايه في الاول، اول لما جيت افريقي خدت افريقي، اليوم بعد ما خدت افريقي انا قلت خلاص بقى ههدى شويه، لقيت ايه كاس مصر، طيب كسبنا الحمد لله كاس مصر، قال لك الدوري كسبنا الدوري، قال لك خلاص بقى كاس افريقيا الجديده، كاس العالم، كاس عالم ازاي يعني مستوى مختلف، قال لك لا كاس عالم برضو. فهو ده الطموح، هو ده الشغف. انا هقول لك مفيش مدرب جه النادي الاهلي او لعيب جه النادي الاهلي وخسر في الفتره دي الا لما الناس يقول لك ايه، طيب كسبنا المره دي، جبت جون المره دي، هتعمل ايه الماتش الجاي؟ ايوه. مش محطه واحده، ده هي محطات. فهو راجل دلوقتي محطوط في تحت انظار العالم كله، وتحت انظار المصريين، وتحت انظار العرب كلهم، وحصل له ابجريد غير عادي. ما هو موجود وخد بطولات في سان داونز، وخد بطولات افريقيه، وخد بطوله افريقيا مره، بس لم يعرف اعتقد على الساحه الكبيره قوي دي في افريقيا ولا حاجه. يعني برضه هو اول مره يعني يشوف ده لسه ما شافش الجمهور في الملعب، ده لسه يعني ده لسه ما شافش مثلا
مش هقول لك تمرينه، مش هقول لك ماتش، انا اسف يعني، خليها روح تمرينه كده ايه قبل ماتش مهم. بس هو لو الجمهور جاله هيشيل عنه كتير يعني، هيشيل عنه، هيعمل بوشنج جامد، هيعمل بوشنج للعيبه قوي جدا، هيطلع اكتر ما عندها كمان يعني. انما انا فرحان فرحان ان انا عندي كذا مكان في كل حته. شافك بتتكلم عن عندي كذا، اثنين ثلاثة في الشمال، اثنين في اليمين، النص الديفندرز بقى عندي خمسة، نص الملعب ما شاء الله، فراودة اللي احنا كان ما عندناش غير مروان بقى عندنا أربعة خمسة، ازاي تدورهم وازاي تشكلهم وازاي تبقى لك وجود في الشوط الأولاني وبعدين يبقى لك وجود أقوى في الشوط الثاني. دي عملية بتاعة وقت وبتاعة الضغط النفسي اللي بيحصل فينا ده على طول هو السبب. نعم يعني تلاقينا خارجين داخلين طالعين ما اعرفش ايه، وتلاقينا في المباراة الجامدة قوي يا اسلام نلعب كويس قوي ونعمل السكور جامد. وفي مباريات مع فرق، مع طبعا انت بتقول لي الفار وبتقول لي الحكام وبتقول لي ما اعرفش ايه، خلص انت يعني. الحكام بيقول لك ايه؟ ما خلص انت، ما تحطنيش انا في لا، هم الحكام نسي ان هو جادج، نسي ان هو قاضي في الملعب. يعني قصه ان انا ابقى قاضي في الملعب دي قصه هتحاسب عليها طبعا، يعني مش اتجاهات. انا مش انا النادي الاهلي، انت عايز تطولني باي شكل، مش هتعرف تخسرني باي شكل، انت مش هتعرف تخسرني برضو. ياما كنا احنا واحنا بنلعب ناقصين 7 بونتو و11 بونتو وربنا كسبنا برضو السنه اللي قبل اللي فاتت، قبل اللي فاتت، وباصاباتنا بحياتنا بالدنيا كلها، فلا صح الا صحيح في الاخر. واحنا الحمد لله اي واحد فينا مش ماشي صح مش هيبقى موجود في المنظومه يعني، او يعني مش مكاننا. ايوه، او مش مكان حد انك انت تقدر اتكلم على حد بيتكلم عني، حتى ما تربناش حتى ان انا ارد، وما بردش حقيقة. بس بقى ربنا يهديك يعني، ربنا يهديك، ربنا يهدينا كلنا ويهديك ويغير الدنيا بقى. يا عم اركب معانا بقى. يعني امبارح عمرو اديب وهو بيتكلم النافوره ومش النافوره عملنا، وكل واحد يقول لك هو انتوا عايزين تعملوا لنا كباري يعني. بص اللغه، الدنيا كلها بتزق وبندشن الدنيا كلها ان احنا نطلع لفوق، الناس كلها تبقى ايديها ايدها، مفيش اللغه الانهزاميه اللي احنا فيها دي. انا مش هتكلم فيها كتير ختام، انما باذن الله نرد، وابلغ رد يبقى في ارض الملعب حتى لو كنت لم اوفق. بالظبط، انما هيبقى لي شكل وهيبقى لي كيان وهيبقى لي اسمي اللي موجود. وامتى النادي الاهلي الناس بتسقف له؟ عندما بيدي كل اللي عنده باذن الله. وانا مش قلقان على النادي الاهلي في هذه البطوله الحقيقه. هنتكلم اكتر فنيا يا كابتن شريف، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد كده، لان الحقيقه الفتره دي خدت مننا وقت طويل جدا، ولكن كان مهم جدا جدا الناس تبقى عارفه، وجمهور الاهلي عارف الكلام ده كويس، بس طبعا الكلام ده لبعض من لا يشجع النادي الاهلي يبقوا عارفين ازاي انت بتوصل لكاس العالم للانديه 6 مرات او لسادس مره في تاريخك. ازاي من هنا لهنا، ازاي من 1907 لغايه دلوقتي اجيال بتسلم اجيال، مبادئ اخلاق تربيه بتمشي عليها طوال حياتك عشان في النهايه تصل لفريق كره القدم او فريق كره اليد او فريق كره السله، ان انا بكسب كل حاجه. وهو ده المهم، وهو ده الدرس اللي احنا دايما بنتعلمه. ولقطه زي بتاعه الكابتن خطيب الحقيقه، واحد زي ده هيسقف لجمهوره وهيمشي، صح ولا مش صح؟ لكن هو عمل سقف الجمهور وقال لهم لا مش انا ولا لعيبه وجمهور واسم النادي الاهلي، وهو ده المهم. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع بقى اتكلم مع الكابتن شريف في رؤيته الفنيه لمباراه النادي الاهلي ونادي الدحيل القطري بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هذا اللقاء الممتع والرائع والدروس المستفاده من وجود نجم كبير زي الكابتن شريف عبد المنعم بيحكي لنا ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي، احنا ليه في كاس العالم للانديه، واحنا ازاي وصلنا ان احنا نلعب في كاس العالم للانديه، تاريخ طويل وحاجات كتيره جدا جدا جدا. كابتن شريف حكى على اللي واخد باله، ان انا الناس عماله تبعت لي تقول لي كملوا زي ما انتم قولوا اللي انتم بتقولوه، لان هذه هي الدروس المستفاده وهذه هي الحقيقه الواضحه في النادي الاهلي او لاسم النادي الاهلي. كابتن شريف، الناس كتيره جدا مستمتعه بالحديث، ولكن خليني اروح برضو اعرف رؤيتك الفنيه لمباراه الكل بيعتبرها مباراه صعبه جدا، مباراه الاهلي والدحيل. اولا هي جايزه للعيبه ان هم موجودين هناك، اللي هم جابوا بطوله افريقيا. ايوه، والفتره اللي فاتت كلها، واللي استحملوه الحقيقه، واللي مروا بيه كمان. فانا بشكر اللعيبه جدا، زي ما كابتن خطيب عمل قالك الاهلي والولاد والبتاع، فدي حقيقه يعني. انا بشكرهم الحقيقه، وبقول لهم كملوا يعني، كملوا وجودكم معانا فهذه البطوله ورفع اسم وشان التيشيرت الاحمر اللي الناس كلها بتعشقه في العالم العربي كله، واعتقد بقى ان كمان شعبيه كبيره قوي في العالم كله يعني. الدنيا وهي موجوده والتشكيك ان احنا هنكسب
مباراة الدحيل اللي هم الناس قاعدة تشكك فينا وكده، ده بيديني قوة أكتر. مفيش مشكلة. لا لا ده بيديني أقوى. آه. يعني بيديني باور للعيبة الصامتة، أنا عارف لاعب النادي الأهلي كويس، تلاقيه صامت وما بيتكلمش كتير ومركز، أصلاً الحالة الاحترازية اللي هي موجودة في قطر مخلية اللعيبة كلها في أوضها بيتغدوا بينزلوا تمرينات، فمفيش أحلى من إحنا كلاعيبة كرة عشان الناس تفهم، مفيش أحلى من المعسكرات اللي هي بتبقى بالنسبة لي في مهمة رسمية. عشان كده النادي الأهلي قرر أو كان قراره صحيح ورائع جدا في أنه يسافر قبلها بأسبوع كويس، وأنت على الرغم من قرب المسافة. أنت نوهت على حاجة كنت بتفرج عليك مباراة السودان، فاكر مباراة الهلال السوداني؟ الهلال السوداني لما جه حكم عادل بلاي عادل وإحنا نزلنا كسبنا صح، وكنا نقدر نكسب أكتر بكرة كهربا وكان يبقى لنا وجود أكبر، ما كانش حد هيقدر في الملعب يتنفس غير الهزيمة، يعني احنا اللي كسبنا وخلاص وهو ده النادي الاهلي. فده المواقف اللي احنا دايما بنتعرض ليها، انا بقول لك على مباراه الهلال كانت من اصعب الاوقات صح اللي كانت موجوده في البطوله اللي كنا مع بعض هنا على الهوا، كنا مع بعض وكان في وجود بعد كده لسان داونز ووجود للوداد، وقد ايه الفرقه دي فرقه عظيمه وليها باع كبير، واحنا برضو تغلبنا رغم الظروف اللي احنا بنبقى فيها. مزبوط. فاعتقد ان لاعب النادي الاهلي معدنه شيء اخر، معدنه مصري اصيل الحقيقه، يعني طبعًا. إذا كان متربي من ناشئين النادي الأهلي أو مستقدم بيلعب معنا في وسطينا أخونا وحبيبنا، فأنا مش قلقان خالص زي ما قلت لك، غير إن الولاد هينزلوا شايفين قد إيه الاستقبال المصري اللي هناك دول، إحنا لما وإحنا هنا إحنا الورث اللي هنسيبه، أيوة. هنسيب ورث وإحنا ماشيين، الورث ده بنتمناه إن إحنا نكون قدام بايرن ميونخ على الأقل، وأنا لو رحت لبايرن ميونخ هنتكلم أنا وأنت كلام تاني، إحنا ليه ما نلعبش على احنا نوصل الاول يعني خلينا نفرح الاول بالدحيل وبعد كده لما نوصل باذن الله لو لنا نصيب هتلاقينا بنتكلم نفس الكلام اللي كنا بنقوله ده. مش هنقول لا دول ابطال العالم واكتر مننا ومحترفين عننا ونوير ولوندوفسكي ومش هنقول برضو زي ما هنقول دلوقتي للبرازيلي دودو وهنقول معز وهنقول ميدلسون والناس دي كلها، هنتكلم عن دول هنتكلم برضو المره الجايه ان شاء الله باذن الله على الحاجات دي، انما انت عندك من الفرديات العاليه جدا ومن الهدوء انك انت تمتص اي حاجه في المباريات اللي هي بتبقى المهمه اللي زي دي. ليه؟ اذا كان الناس شايفه ان احنا في موقف لا نحسد عليه ان هو الافتتاح مع اصحاب الارض الظروف اللي ودتنا لكده، فانا عايز اقول لك على حاجه، طب اوكي انا تحت ظرف صعب انا هلعب الكوره بتاعتي، ده اللي انا بقى عايزين نتكلمه للناس، احنا هنلعب الكوره بتاعتنا، كره الاطراف، كره علي معلول، الفراوي، الضغط الفرود اللي بيحصل، اذا كنت هتلعب بثلاثه في النص وتلغي مجدي قفشه وتعبه اسلام الشوط الثاني وجهه نظرك ايه؟ طيب ويلعب الشوط الثاني مجدي قفشه، ما كل اللعيبه بتشبه بعض، كل اللعيبه في النادي الاهلي بقت بلاي ميكرز، يعني مش عايز الناس تتخض لما راجل يجي يحط الفرقه، يعني لما كنا دايما بيبقوا عايزين ينتهوا من حيث انتهينا، يبتدوا من حيث انتهينا في المباراه بتاعه الشوط الثاني اللي بنعوض فيها وبنكسب اتنينات وبنكسب اربعات فالناس دايما عايزه اللي تكسبه لعبه اللي بس في وقت المدير الفني بيبقى عنده فرقه تانية بيبني خطته عليها، بيبني نوعيه لعيبه هي اللي هتلعب قدام اللعيبه الجيده جدا، انت الاول مره هتروح تلعب قدام لعيبه جيده، لا انت على طول بتروح تلعب اكتر فرقه اشتركت في البطوله دي اوكلاهوما سيتي، عمرها ما اوكلاند سيتي مش كده، عمرها ما وصلت لاي حاجه تقول انها هتاخد البطوله، لا هي اخر مره ثالث البطوله مره بس والبطوله دي كانت بتلعب على اوروبا وامريكا فقط على ما اعتقد، كانت بعد كده كبروها بعد كده، يعني كان في غبن للاسيا وافريقيا والدنيا كلها وامريكا اللاتينيه، يعني لحد دلوقتي انا ما اعرفش سانتوس ولا بالميرس هيلعبوا النهارده ولا لعبوا امبارح، لا بالميرس اللي كسبت سانتوس 1-0 1-0 في اخر ثانيه في الدقيقه 98، واكبر مفاجآت دي برضو يعني ف الفرق الكبيره دي كلها اذا كنت انت هتلعب مع الدحيل ما انت كنت هتلعب مثلا اي حد، بالميرس مثلا هتلعب، باليابان هتلعب اي حد، فكل المباريات كانت بنفس المبدا ان احنا لازم باذن الله نعدي الخطوه الاولى دي ان احنا نوصل للكوارتر فاينل باذن الله، فالمبدا موجود هنا اللي انا بس بقوله للناس، والمبدا موجود هنا مع اي فرقه هتلعبها، ومن على مرار السنين اللي فاتت دي كلها احنا كنا في نفس هذا الموقف بتريكا بوائل جمعه كل اللعيبه اللي كان محمد شوقي، اللعيبه اللي هي كانت واخده الصيت هناك كمان فلافيو جيلبرتو، كان في لعيبه عندها خبرات تتعامل دلوقتي، وانا عندي دلوقتي خبرات اللعيبه دي تقدر تتعامل مع اي حد. ايوه
لدرجه انك تقدر تتعامل مع بايرن ميونخ مع الفارق في الامكانيات بين بايرن ميونخ واحنا هنا في مصر. انما احنا وصلنا لهذا المفهوم الحقيقه، الشكل الاحترافي اللي موجود في الدنيا دي كلها بقى اللعيب عنده ثقه، وفي لعيبه مولوده كده بثقه وشخصيه زي كهربا مثلا، يخش في الماتشات دي يكون عنده اداء استثنائي، يكون عنده خطاف قفشه يمتاز مثلا، يكون عنده كهربا زياده عنده كهربا زياده تطلع الفرقه اللي قدامه تطلع الفرقه اللي قدامه فمجدي قفشه مثلا على طول بقى بيلعب فيرود، يعني حاطط دلوقتي ان هو احد اسباب الفوز دايما. أيوه. اذا كان مش بلاي ميكر بس، انما لا بالتصويبات وبالدخول وبالرؤيه فانت تمتلك مفاتيح زي ما احنا لو كنا مش عايز الناس قاعده تتكلم على الثلاثه ميدلسون والمعز ودودو على انهم حاجه سوبر. حاجه سوبر لا هم كويسين جدا. حاجه على سوبر فكرة. انا بقولش بنقابل فرق فيها كده كتير، بس احنا كل الفرق سوبر. نادي الزمالك كان فيه لعيبه كويسه جدا، وحاليا نادي الزمالك كويس جدا طبعا. انا بقول لك بصراحه لا طبعا طبعا يعني كلنا فرقه هي تحترم والكلام ده، ولما حاجه لعيبها عامل حسابي في كل حاجه لازم 100%. انا قصدي اللي انا قصدي اوصله ان لا احنا ما احنا بنقابل ناس زي دي كتير. ما هو ده دور ايمن اشرف وبدر وهاني ومعلول وبقيه اللاعبين اللي وبيكم ومحمود وسعد عبد الحفيظ وكل الناس موسوماني مظبوط، والمحاضرات اللي هو بيديها لهم كل يوم دلوقتي، والشكل اللي هو بيقول لهم انت هتواجهوا الدنيا ازاي. أيوه. بس كمان انا عندي ادفانتج كويس يا اسلام. الملعب ايوه، ارضيه الملعب هتساعدني. الاجواء كلها هتحس انك انت جاي تلعب. الحقيقه مفيش اي حاجه ضدك غير انك تلعب بس. تمام، يعني انت مؤهل نفسك انك انت باذن الله تعمل نتيجه طيبه. يعني كابتن شريف، انا دايما بسال سؤال عن كل حلقه كده، بسال سؤال لان انا احنا البرنامج ده معمول للجمهور، ان دايما الجمهور يبقى موجود معانا، وبالتالي خلينا نقرا بعض التعليقات اللي بعتها جمهور النادي الاهلي على سؤالنا النهارده. قلت لهم طبعا من هو الفائز ببرونزيه كاس العالم للانديه في 2006؟ معروفه مين، ولكن معروفه مين، ولكن الاهم ايه؟ ان انا قلت لهم يا جماعه ابعتوا لي بقى ايه ذكرياتكم اليوم ده كنتوا بتعملوا ايه. كان مين الكابتن ايام حضر الفريق؟ جميل. كان شادي. شادي شادي احمد نصر، خلينا نبدا باحمد نصر، ده كان سؤالنا. متى فاز النادي الاهلي ببرونزيه مونديال الانديه، وايه ذكرياتك مع هذا اللقب؟ لانه ده من الالقاب، بنعتبره من الالقاب. احمد قاسر بيقول البرونزيه كانت في 2006، وذكرياتي كنت بهرب من المدرسه اشوف الماتشات، لان الماتشات لو تفتكر اليابان فكنا بنلعب 9 الصبح او 6 الصبح كمان. احمد ابو النجا بيقول 2006 امام كلاب امريكا المكسيكي، والمباراه في 9 صباحا بتوقيت القاهره. علي ياسر 2006 كانت احلى ذكريات، وان شاء الله الرجاله قادرين يعملوا حاجه السنه دي كمان. يوسف حسان بيقول منور يا كابتن اسلام، 2006 حصلنا على المركز الثالث، وابو تريكه حط هدف ثاني، وكلنا وكل الناس كانوا على اعصابهم. حماده بكري 2006 اول فريق عربي وافريقي يحرز البرونزيه، النادي الاهلي في حد ذاته احلى ذكرى، ماضي وحاضر ومستقبل. احمد الغندوري بيقول 2006 امام كلاب امريكا المكسيكي. اماني سليمان بتقول 2006 ابو تريكه على ما اتذكر كانت ذكريات جميلة، والمرة دي مش هيبقى برونزية، لا هيكون التاني لا إما الأول، وافتكر كلامي ده يا كابتن إسلام. كلنا نتمنى كده يا أمين. الله ليك هدية جامدة وعندي أنا لو عند الكابتن شريف، مش عندي أنا، ماليش دعوة. دست التيشيرتات لا وأنا كمان معاك. محمد محمود بيقول 2006 وكنت بهرب من المدرسة عشان أتفرج عليه. عفوا، محمد النجم بيقول السلام عليكم، إزيك كابتن إسلام منور الدنيا. 2006 محمد عزت بيقول 2006 الاهلي كلاب امريكا 2-1. احمد شحات بيقول 2006 ومين ينسى تريكا واعظم جيل للاهلي. عبد الرحمن محمد 2006 بعد الفوز على نادي كلاب المكسيكي. ايناس حاتم في 2006 مع الجيل الذهبي. يوسف زين بيقول 2006 كنت بجمع صحابي اللي في الثانويه ونلم من بعض فلوس. اسمع يا كابتن شريف والله ده، وبنلم من بعض فلوس علشان نتفرج على الماتش، مع العلم اني اردني بس عايش في مصر من زمان وبعشق النادي الاهلي، ومثلي الاعلى هو ثابت البطل الله يرحمه. الله يرحمه. محمد احمد بيقول الميداليه البرونزيه النادي الاهلي 2006. ابو يوسف بيقول 2006 والمباراه كانت الساعه 9 صباحا، وفي اليوم ده سبت شغلي ورحت اتفرج على الماتش، وبالتوفيق ان شاء الله الاهلي ويعمل حاجه تفرحنا احنا كنادي اهلي. نصر رضا بيقول كنت في تانية او تالتة ابتدائي. ما هو اعمار مختلفه بقى.
كنت بتفرج على ماتشات بالليل في البيت وساعات كنا بنسمعهم في الراديو وكانت ذكريات حلوه قوي يا كابتن. كل الذكريات اللي مع الاهلي حلوه. انت اتفرجت انت كنت هناك مش كده؟ انا كنت هناك. انا كنت هقول لك اخد اخر واحد واسمع من حضرتك. خالد الشام بيقول 2006 وكنت بشتغل في السعوديه وقتها وكنا بنصحى الفجر نصلي وبعد كده نروح نتفرج على كفيف مدينه جده وجبت غدا لجميع صحابي لمه الاهلي لما الاهلي كسب وكانت ايام حلوه. انا بقى صحيت الصبح انت فطرت. انا لسه كنت هسالك انت عملت أنا ايه؟ انا فطرت في المهندسين في كافيه. حلو. فول. ساكن فين؟ كنت ساكن فين ساعتها؟ في العجوزه. في العجوزه. فول لبناني بالحمص. الله. مش هنسى. وعيش ناشف مقمر. انت لوحدك؟ لا لا معايا مجموعه من الاصدقاء. يعني. وعيش ولبنه زي طول كافيه لبناني كده. وبتفرج على الماتش. حلو. كان مش هنسى الزيطه والزنبوليطه اللي كان مع كل جول مع صحيالنا البدري اللعيبه وادونا الوجبه الجميله المكسب الفرحه هي دي ده الفرق. خدت بالك ان انا عايز اقوله بين انك انت تبقى موجود في منطقه زي دي كاس عالم وتقعد تتفرج ده كاس عالم بجد. ايامها انا كنت حاسس ان انا بتفرج في كاس العالم دي حقيقه زي ما اتفرجت في 90 يعني حسيت ان انا كنت بتفرج انا كنت بتفرج وانا في الملعب. انت بتلعب مش حقيقة كابتن شريف يعني سعيد جدا بهذه الحلقه وما كنتش مرتب لها كده خالص ولكن حضرتك وديتنا في مكان رائع جدا ودروس استفدنا منها كتير جدا خلال هذه الساعه اللي مع حضرتك. اجيال كتيره جدا اللي من اللي قاعده بتتفرج على هذه الحلقه اعتقد ان هي استفادت كتير من هذه الحلقه فانا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. وانا بشكرهم واشكرك وبشكر كل من ينتمي لنادي الاهلي وكل توفيق باذن الله. حبيبي يا كابتن شريف ان شاء الله نلتقي قريبا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكده انتهت الاهلي في المونديال النهارده ثلاث ساعات من الساعه 8 للساعه 11. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وان شاء الله على الهواء مباشره هكون مع حضراتكم بكره في تمام الساعه 8 وعندنا مفاجآت كتير جدا كالعاده يعني وهنحاول نجيب لحضراتكم كل ما يخص بعثة النادي الأهلي ودايما ما تنسوش كلمة مهمة جدا الأهلاوي مش هيسيبك.